اهلا بحضراتكم، برحب بحضراتكم، وكمان برحب بضيف النهارده الناقد الرياضي عمر صبحي اللي هيكون موجود معانا النهارده علشان نشوف الجوله الرابعه من التشامبيونز ليج احداثها كانت ايه، الفرق اللي وصلت، فرص الفرق الاخرى، كمان احداث كتيره جدا على الساحه العالميه وخاصه الاوروبيه في كره القدم. يسعدنا ويشرفنا تكون معانا النهارده عمر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن، يسعدني ويشرفني ان انا اكون مع جمهور النادي الاهلي واكون مع حضرتك، واحد من اعظم المحترفين اللي عدى على الكره المصريه. ربنا يخليك، يسعدنا وجودك معانا، لان بنتكلم على الكره العالميه وانت خبير في الكره العالميه، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه. الجوله الرابعه من الشامبيونز ليج كانت جوله مميزه جدا، يعني قبل ما نشوف النتائج انت رؤيتك ايه للجوله ديت، يعني من خلال متابعتك للمباريات شفت الجوله دي ازاي؟ يعني بشكل عام كده كانت الجولة فيها بعض المباريات اللي أثارت فضولي على المستوى الشخصي، وهي أولها مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج. باريس سان جيرمان أعتقد إن بوكاتينيو لما يكون عنده كل العناصر الفنية متاحة زي نيمار وإمبابي وديماريا بيكون عنده مشكلة نوعا ما في اختيار العناصر أو في ترتيب الفريق. بحس أكتر في الدوري الفرنسي لما يكون أحد العناصر دي غايبة إن هو بيكون عنده فرايتي أكتر في اختياره، بيكون اللعب على المستوى الجماعي احسن لشكل باريس سان جيرمان جدا. مانشستر سيتي كلوب بروج، مانشستر سيتي بيأكد هيمنته على دوري ابطال اوروبا، وجوارديولا بيؤكد ان هو السنه دي في دوري ابطال اوروبا هو دي الهدف الاول ليه، عكس السنين اللي فاتت اللي كان طلع في تصريح رسمي وقال في المؤتمر الصحفي الدوري الانجليزي انا بلعب فيه 38 مباراه، لكن دوري ابطال اوروبا يمكن ما بحاربش فيه لاخر الموسم، لان فعلا بالنسبه لانجلترا الدوري الانجليزي ده اهم البطولات. طيب خلينا الاول نتكلم على مباراه اللي لفتت نظرك شويه، باريس سان جيرمان ولايبزيج الالماني. زي ما انت بتقول الطبيعي بعد انتقال ميسي لباريس سان جيرمان ووجوده مع افضل لاعبي العالم في فريق واحد، كل الناس قالت يمكن الشامبيونز ليج خلاص بقى يمكن امر سهل بالنسبه لباريس سان جيرمان. على عكس كده شفنا من خلال اداء حتى على مستوى الليجا، رغم تصدر طبعا باريس سان جيرمان للليجا الاسبانيه، لكن المستوى مش هو مستوى يقدر يقول لك ان باريس سان جيرمان لا هو الاقرب للحصول على الشامبيونز ليج. شايف ده ازاي؟ شايف رغم وجود عدد كبير من اللعيبه المميزه في باريس سان جيرمان مع مدرب كبير على مستوى عالي جدا، شايف فين الخطا او فين الديفول اللي موجود في هذا الفريق؟ خلينا نتكلم في نقط محدده. اول حاجه بوكاتيني مدرب على المستوى الفني، مدرب محترم وقدير جدا، وشفنا بيقدم مستويات مع توتنهام فنيا مذهله جدا، ولكن اول مره يدير فريق فيه كميه النجوم دي. على المستوى الاداري في النقطه الثانيه، وهو استمرار امبابي مع باريس سان جيرمان، اعتقد دي كانت خطا اداري كبير جدا من اداره باريس سان جيرمان. انت كنت تفضل امبابي ينتقل لريال مدريد؟ لازم ينتقل، هو فعلا امبابي هيفضل يدي في باريس سان جيرمان لاخر يوم، وهيحاول في كل يوم ان هو يقدم احسن ما عنده، ولكن على المستوى الفني فهو هيلعب بفرديه على نيمار وديماريا وميسي. وشفنا ميسي في المباراه الاولى لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي جمع نيمار ومبابي وحاول ان هو يتصور معاهم، واعتقد ان هو اتكلم معاهم، ولكن يظل الفريق يعاني من الفرديه في الاداء. توظيف ولا فرديه؟ يعني عمليه التوظيف لما يكون عندك نجوم بحجم طبعا ميسي، بنتكلم على نيمار، مبابي، دي ماريا، بتتكلم على كلها لعيبه بمستوى عالي جدا، على مستوى التوظيف في خلل شويه في التوظيف؟ ما هي دي المشكله، ما هو انت التوظيف ان انت تعمل خلل في التوظيف هيخلق مشكله فرديه. بمعنى ايه؟ انا عندي واحد زي دي ماريا، ميسي، نيمار، امبابي في خط الهجوم، وانا جاي حضرتك كنت مدرب كبير، وانا جاي بقول للعيبه ان احنا هنبني الهجمه بالطريقه الفلانيه، فانت يا ميسي تعالى اتحرك، مش هيقدر يقول له يا ميسي تعالى اتحرك واحنا بنبني الهجمه هتروح كذا، مش هيقدر يقول لي نيمار المفروض والكره في نص الملعب بتعمل كذا، مش هيقدر يقول لمبابي انت المفروض تسقط او ما تسقطش تاخد الكره، ومش هيقدر يقول للاربعه ان انتوا ترجعوا تدافعوا. دي ماريا ممكن يقول له انت ترجع تدافع، بس دي ماريا مش هيقدر على المستوى البدني ان هو يرجع يدافع، فده بيخلق مشكله فرديه نتيجه ان هو مش عارف يوظفهم، نتيجه ان هم نجوم كبار مش هيقدر يتكلم معاهم. شفت ده ازاي في المباراه امام لايبزيج؟ طبعا من الفرق، مش هقول لك فرق ضعيفه، فرق محترمه وكان ليها فرق منظمه جدا على مستوى الدفاع على المستوى الهجومي، واحرجت باريس سان جيرمان في فترات كثيره من المباراه، ويمكن النتيجه 2-2 رغم كمان يعني يمكن كان في ضربه جزاء ضاعها لايبزيج. شفت المباراه فنيا ازاي؟
لايبزيج فريق محترم جدا وكان منظم جدا، واي فريق منظم هيلاعب باريس سان جيرمان ويقفل مفاتيح لعبه اللي هي الفرديه، اللي هو سواء امبابي او نيمار او دي ماريا بعد غياب ميسي امبارح. وغياب ميسي امبارح بيتكلم ان هو عنده انزعاجات في البطن، دي عارفينها من ايام ما كانت مع منتخب الارجنتين، اللي هو انا بطني وجعاني، ده معناه ان انا مش في المود النفسي ان انا العب. صحيح، يعني هو ميسي كده، هو ميسي لو ما عندوش طاقه نفسيه ان هو يلعب ما بيقدرش يلعب، وفعلا بيحزن بانزعاجات في البطن، ودي شفناها مع منتخب الارجنتين. ففريق لايبزيج اعتقد، وكمان ان هو كان متقدم وخسر في النتيجه، فينالدو مسجل هدفين ويرجع تاني في الشوط التاني ويتعادل ويحارب على التاهل لليوروب ليج، دي يعني شفنا فريق محترم جدا ووقع في اصعب مجموعه، ممكن في اصعب مجموعه لتواجد اثنين تاهلهم حتمي، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فوقع معاهم، فهو بيحارب مع كلاب بروج على اليوروب ليج. هنستعرض برضو معاك يمكن ارقام المباراه بشكل او باخر، كمان ارقام المباراه هتدي صوره يعني عن يعني اداء الفريقين بشكل او باخر، لكن خلينا كمان اقف على نيمار. نيمار كمان المباراه اللي فاتت اعتقد كان بيلعب بفرديه كبيره جدا، وكان عنده تهاون في بعض يعني مواقف المباراه، لدرجه انه كان هيطرد. شايف كمان نيمار ومستواه مع باريس سان جيرمان السنه دي، يعني برضه نيمار من اللعيبه الكبيره جدا، ولكن عنده مشكله، ما زال نيمار بعيدا عن مستواه اللي احنا عارفينه. يعني نيمار للاسف، نيمار وهو في برشلونه كان عنده الحاكم الاداري ان هو يخليه مستقر على النواحي النفسيه والنواحي الاداء في الملعب. يعني نيمار في برشلونه ما كانش ينفع يعمل قصه شعر غريبه، كانت ممنوعه، كان لازم حتى لو قصه شعره بقصه غريبه كان لازم هو نازل الملعب ينزل شعره. فالهيكل الاداري اللي كان بيحكم نيمار في برشلونه مش موجود في باريس سان جيرمان، فباريس سان جيرمان بيعمل اللي هو عايزه، وطبيعه اللعيب البرازيلي ان هو دايما ما بيقدمش كل حاجه ودايما عنده رعونه في اللعب. ده صحيح. هو دي طبيعه كل اللعيبه البرازيليين، فاما لم يكن متواجده الاداره اللي تقدر تحجمهم مش هنشوف ده. يعني في حاجه، في قصه مشهوره جدا عن نيمار اللي هو بيجي في شهر معين كده في السنه لازم يتصاب علشان يسافر ده عيد ميلاد اخته، يعني ده حاجه مشهوره جدا، فما شفناش كده. يعني ما دي ما حاجه بتحصلش حتى في العالم. لسه الاسبوع اللي فات كان هو بقى يعني بعض الناس هجمت نيمار على الموضوع على السوشيال ميديا ان هو بيخرج كتير، وانت عارف زي اللعيبه البرازيليه دايما عندها الجزئيه دي، مش ملتزمين قوي زي الاوروبيين. فهو طلع كمان رد قال انا بخرج بس لما يكون عندي تمرين الصبح، ما بخرجش. يعني لسه في قلق شويه في اللايف ستايل بتاع نجم كبير زي نيمار. يعني ما هو نيمار لما راح باريس سان جيرمان خسر ان هو يكون احد اساطير اللعبه. نيمار لما راح باريس سان جيرمان كسب فلوس كتير جدا، وكسب فعلا ان هو خرج من ظل ميسي وان هو كان نجم الفريق الاوحد لحد ما امبابي جه، وبقى فعلا امبابي مؤثر مع باريس سان جيرمان بشكل اكبر، ولكن خسر كل الامال في التطور وان هو يكون بنشوفه زي رونالدينيو، او هو على المستوى المهاري ما فيش مقارنه لنيمار مع اي حد تاني، لكن خسر ان هو يكون واحد يكتب اسمه في تاريخ كرة القدم من بطولات وسجل تهديفي يعني ميسي لو قعد ولعب بشكل مستمر هيعدي الأهداف اللي نيمار جابها مع باريس سان جيرمان. أكيد أكيد. طيب عايزين نشوف أرقام، ويمكن فريق الإعداد يحضر لنا أرقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج، من خلال كمان وجود عمر معانا نتعرف على هذه الأرقام ونناقشها بشكل يمكن تحليلي أكثر. طبعا 2-2 المباراة، الفرص طبعا كانت لصالح لايبزيج، 10 فرص قدر يحرز منها هدفين مقابل 7 فرص لباريس سان جيرمان احرز منها هدفين. حتى الاهداف المتوقعه عمر كانت لصالح لايبزيج 2.7 مقابل 1.8، نسبه الاستحواذ 50-50، التمريرات الصحيحه تقريبا واحده بنسبه 85 لايبزيج 84 باريس سان جيرمان، التصويبات على المرمى 17 تصويبه للايبزيج مقابل 7 تصويبات فقط لباريس سان جيرمان، الكرات العرضية 11 لايبزيج 5 باريس سان جيرمان، العرضيات أو الركنيات 4-4. فعايز أقول لك كمان يا عمر إن الأرقام حتى اللي ما شافش المباراة يقول لا المباراة كانت في صالح لايبزيج من خلال الأرقام. يعني لما بتتكلم على 17 تصويبة
ما بينهم 6 ما بين القائم والعارضة، ده رقم كبير جدا. الاستحواذ مش هو دلوقتي الامر الحاسم في نتيجه المباراه، لكن لايبزيج قدم مباراه رائعه يعني على المستوى الفني. يعني هنا في حاجتين، سواء الفرص الصحيحه والفرص اللي رايحه السانحه للتسجيل. يعني لما باريس سان جيرمان بقوه التشكيله اللي موجوده فيه دي، تشكيله هجوميه كمان، وفي الاخر يعملوا 7 فرص على المرمى، اعتقد ان برشلونه بالفريق الفاضي اللي عنده عمل فرص اكتر من كده بكتير. وفريق برضو يعني بسبب برضو الفرديه وعدم التوظيف سبع تسديدات على المرمى، منهم 4 بين العارضه والخشب، يعني دي برضو ارقام ضعيفه على مستوى الهجومي مقارنه بالاسماء الموجوده. بالظبط، يعني احصائيه ضعيفه جدا. انت عندك 3 يعني دي ماريا، سواء امبابي، نيمار، من احسن 3 ممكن يسددوا فعلا في على المرمى يعني. صحيح. لكن نشوف 7 تسديدات بس، دي ضعيفه جدا. يعني الناحيه الثانيه 17 تسديده على المرمى، دي معناه ان في تنوع لعب عند لايبزيج عن باريس سان جيرمان، في امكانيه للوصول للمرمى عند لايبزيج اكتر من باريس سان جيرمان. صحيح. يمكن على مستوى الاداره الفنيه كمان، بوكوتينيو ما كانش سعيد بصراحه بعد المباراه بالنتيجه، ما كانش سعيد بالاداء. طبعا باريس سان جيرمان يمكن زي ما بقول لحضراتكم، بعد يعني دخول ميسي لباريس سان جيرمان ووجود نيمار وامبابي ودي ماريا وطبعا تياجو سيلفا، بنتكلم على من افضل الفرق على مستوى العالم، ولكن لغايه دلوقتي حاليا على مستوى الشامبيونز ليج مش افضل الفرق المرشحه للحصول على الشامبيونز ليج من خلال الاداء. لكن زي ما بقول لحضراتكم، بكوتينيو مدرب كبير، ولكن هنشوف الايام اللي جايه هتكون فيها ايه مع باريس سان جيرمان على مستوى الشامبيونز ليج. الشارع الرياضي متخوف من جالاكتيكوس جديد فعلا باريس سان جيرمان، مظبوط، مكون كل نجوم العالم. صحيح. وفي الاخر زيرو بطولات. ما برضو خلي بالك هي معادله صعبه جدا ان يكون عندك، يعني بنتكلم على سبيل المثال لو اتكلمنا على اتلتيكو مدريد، ما عندوش كم من النجوم دول، لكن دايما سيموني عنده الفريق وقوه الفريق هو في الجماعيه. سيميوني اقوى من كل لعيبه اتلتيكو مدريد. سيميوني عنده كل البدائل والخيارات متاحه على دكه البدلاء. لا انا كمان بتكلم على طريقه اللعب. وعنده اوريدي فعلا عنده طريقه لعب ثابته. صحيح. وعنده الخيارات الفنيه اللي بيعمل عليها طريقه اللعب، وبيتعاقد مع الصفقات اللي تخدم طريقه لعبه، مش بيتعاقد مع صفقات نجومه بس. يعني هو فعلا هل تعاقد يمكن مع نجوم كبار، ودي زي ما بقول لحضراتكم معادله صعبه جدا. هنكون عندك نجوم كبيره جدا ونجوم كتيره في الفريق، ده شيء جيد، ولكن انك توظف هؤلاء النجوم لصالح الفريق، يمكن هو ده الامر الصعب اللي بوكوتينيو يمكن نتكلم عليه خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع لايبزيج. نشوفه ونرجع مع حضراتكم. يؤسفنا تكبد هدف في فتره متاخره، سنحت لنا فرص تسجيل المزيد من الأهداف خاصة في الشوط الثاني وإنهاء المباراة، وهذا سبب إحساسي بالإحباط. لم يتغير الوضع، لا يزال هدفنا التأهل إلى دور 16، لكننا نفضل تصدر المجموعة، إلا أن علينا اللعب بهدف التأهل واحتلال المركز الأول. ما تغير هو أننا كنا في المركز الأول وكان مانشستر سيتي في المركز الثاني ونحن ثانيا. كوتينيو طبعا محبط وحزين، وزي ما بيقول وانت تابعت، هو مش الغرض ان انا اوصل لدور 16، ده مطالب ان هو كمان يوصل للمباراه النهائيه ويحصل على البطوله. ويمكن يتكلم عن النقطه ديت، ونقطه ان هو خلق فرص لكن ما قدرش يسجل منها بشكل كبير، يعني رغم كوكبه النجوم اللي عنده. يعني ما هو بالنسبه لكوتينيو وبالنسبه لباريس سان جيرمان، اي حاجه بخلاف لقب كاس دوري ابطال اوروبا هو فشل. انت جايب ميسي وبيطلع يقول في المؤتمر الصحفي انا جاي علشان عندي هدف ان انا اكسب دوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان، جايب نيمار وبيطلع يقول في المؤتمر ان انا موجود في باريس سان جيرمان علشان اكسب دوري ابطال اوروبا، ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بيتكلم ان انا هدفي الاول والاخير ان انا اكسب دوري ابطال اوروبا، وجمع المجموعه دي كلها. واعتقد ان في الشتاء كمان في انتقالات يناير ممكن يكون في صفقه كمان لباريس سان جيرمان على المستوى الدفاعي، لان سيرجيو راموس عنده المستوى البدني بتاعه مش هيأهله ان هو يكون موجود في التشكيله.
فكل الامكانيات فعلا المتاحه. يعني كان في بعض الرومرز كده قال ان هم يعني هيلغوا او يعني على حسب التعاقد مع راموس باخلاقيات اداره باريس سان جيرمان، فصعب جدا يلغي عقد واحد زي سيرجيو راموس، يعني اسطوره من اساطير اللعبه، وان كان حتى لو مش هيستمر في الفريق وحتى لو مش هيدي الفريق، بس صعب ان هو يمشيه. ولكن فعلا راموس على المستوى البدني محتاج كتير قوي عشان يرجع. صحيح. كبر السن والاداء وان هو بقاله كتير فتره كبيره ما بيلعبش، كل دي حاجات اثرت عليه. فاي حاجه زي ما بوكيتينو بيقول كده، انا بس مش بس مطالب ان انا اروح دور ال 16، هو فعلا اي حاجه غير لقب البطوله هو فشل. صحيح. على مستوى طبعا نادي كبير كمان، بنتكلم على المان سيتي امام كلوب بروج، مباراه رائعه. يمكن بيب جارديولا طبعا بعد الهزيمه في البريمير ليج كان لازم يرجع بقوه، وبيرجع امام فريق لا باس به، كلوب بروج كان عامل نتائج جيده على مستوى الشامبيونز ليج. شفت المباراه ازاي؟ الحقيقه ان جوارديولا بيثبت في دوري ابطال اوروبا ان هو زي ما بدات كلامي ان هو مركز بشكل تام على دوري ابطال اوروبا. حتى في المباراه الوحيده اللي خسرها ضد باريس سان جيرمان كان هو اللي مسيطر، وكان وان سايد جيم لولا ان واحد فيه فروق فرديه زي ميسي قدرت ان هي تخلص الماتش. اعتقد ان جوارديولا في دوري ابطال اوروبا وتالق محرز تحديدا في دوري ابطال اوروبا بيشكل فارق نوعي مع جوارديولا. واعتقد ان هو على المستوى النفسي كمان بيوصل للعيبه ان هو عنده البطوله دي ما فيهاش خطا. الخطا بيساوي ان انت تقعد على الدكه، الخطا مش بيساوي ان انت ممكن تلعب وممكن تاخد فرصه تانية. وده اللي شفناه في كل المباريات اللي فاتت وفي كل الجولات اللي فاتت، حتى دايما بيكسب فرق اهداف كبير 5-4. شفناه مسيطر بشكل تام، يعني شفنا باريس سان جيرمان اتعادل مع كلوب بروج في اول جوله، لكن جوارديولا كسب كلوب بروج رايح جاي، قدر يفوز على لايبزيج ب5 وكسب كلوب بروج. يعني جوارديولا تقريبا جايب له حوالي 15 جون او 14 جون في اول 3 جولات، يعني بيوصل رساله ان هو انا جاي علشان البطوله دي. صحيح صحيح. بيب جارديولا كمان على مستوى التحضير للديربي الكبير، اكيد المباراه اللي جايه امام على مستوى البريمير ليج امام المان يونايتد كان ليها اثر ايجابي في تفوق فريق المان سيتي على كلوب بروج العنيد برباعيه مقابل هدف. نشوف بيب جارديولا قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على كلوب بروج 4-1. لا نحتاج لتلقي المساعدة، لا نحتاج للمساعدة، بل علينا إنجاز هدفنا بأنفسنا. ظللت أقول للاعبين طيلة الثلاث أو أربع سنوات الماضية علينا أن نؤدي مهمتنا بأنفسنا، لأن هذا رائع. ولذلك فإن هذه الست نقاط التي كسبناها من كلوب بروج هامة جدا. إذا أصبحنا على مبعدة خطوة من التأهل نلعب مباراة لكرة القدم. أردنا الفوز لكننا خسرنا المباراة ضد كريستال بالاس، نستحق ذلك لأنهم كانوا أفضل منا. أقول إننا فزنا من قبل باللقب ب100 نقطة وب98 نقطة، وحدثت تفاصيل بسيطة في كل الألقاب التي فزنا فيها، حققنا المهمة. كنت في ناد آخر وأعرف ما يعنيها أن يكون هناك تسلسل هرمي. أنا سعيد جدا بما حققناه سويا في آخر 5 أو 6 سنوات، لأننا كنا سويا طيلة الوقت. يرجع لأنفسنا كل الفضل فيما قمنا به، وأنا أعرف تماما ما أقوله. يمكن بيب جارديولا عمر باين عليه شويه عصبيه، وبيقول انا مش محتاج مساعده من حد، وبيتكلم بصفه خاصه كمان على احوال الفريق خلال السنين اللي فاتت، وان هو بيقول انا كسبت الدوري او البريمير ليج وانا عندي وصلت للنقطه رقم 100. وبيتكلم على مشواره الطويل مع المان سيتي، ولكن يبقى الفوز بالتشامبيونز ليج ايضا هو الهدف يمكن الاكبر لبيب جارديولا هذا العام او هذا السيزون. ما هو في بدايه القرعه بتاع دور المجموعات تحس ان الويفا كده بتعمل حاجات غريبه، يعني انت لا تتخيل، يعني كل الناس رايحه على مانشستر سيتي وعلى باريس سان جيرمان، فالويفا توقعهم في مجموعه مع بعض. يعني فعلا هما الاثنين دول هما المرشحين الاوائل ان هما ياخدوا اللقب، وهما اللي فعلا جوارديولا لو ما خدش اللقب هيفضل عايش في ظل ميسي، وان هو ما قدرش ياخد دوري ابطال اوروبا غير مع تشافي وانيستا،
وميسي وراح البايرن وما قدرش ياخد معاهم دوري ابطال اوروبا بالرغم ان هو خد معاهم الدوري 4 مواسم وخد كل البطولات اللي ممكن يفوزها، خد الدوري الانجليزي اصعب دوريات العالم موسمين على التوالي وخده ب 100 نقطه وكان ابعد منافس ليه ولا اقرب منافس ليه كان فارق 15 نقطه، خده قبل ما يخلص الدوري الانجليزي ب7 جولات، ما بنشوفش ده في الدوري الانجليزي. الراجل عمل كل حاجه في الكوره، لكن فعلا واقف قصاده موضوع دوري ابطال اوروبا، وفعلا وجود جيل عظيم زي تشافي وانيستا وميسي والمجموعه اللي موجوده وبيول وفيكتور فالديز ودانيال الفيج، يعني فعلا جوارديولا متحمس ومتعطش ان هو ياخد البطوله مع ناس مختلفه عن دول، لان دول اللي سطروا تاريخ جوارديولا، ولكن جوارديولا عايز يسطر سطر جديد في التاريخ. وانا بقول لك عمر الموضوع مش سهل كمان على مستوى جوارديولا وعلى مستوى بوكتشينيو المدير الفني باريس سان جيرمان، لان كمان في عمالقه دلوقتي بنتكلم وهنيجي لارقام بايرن ميونخ، بنتكلم على ليفربول والعلامه الكامله، بنتكلم على اليوفنتوس كمان القادم بقوه للتشامبيونز ليج رغم يمكن تاخره شويه في السيريا لكن تعال نشوف المجموعه اللي انت اتكلمت عليها ويمكن مجموعه قويه جدا. نشوف ترتيب المجموعه الاولى بعد الجوله الرابعه، زي ما بنقول مجموعه قويه جدا جدا جدا. طبعا في المرتبة الأولى المان سيتي ب9 نقاط، والمركز الثاني البي اس جي ب8 نقاط، المركز الثالث كلوب بروج البلجيكي ب4 نقاط، والمركز الرابع لايبسيج في المرتبة الرابعة بنقطة واحدة. شايف ترتيب منطقي لغاية دلوقتي يا عمر ولا ممكن هذا الترتيب يتغير خلال الجولتين الجايين؟ الماتش الأخير بتاع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو هيحدد مين صدارة المجموعة، عشان اصل صدارة المجموعة دي اللي هياخد المركز الثاني ده فيه مصيبة برضو. ما هو تخيل ان انت لما تاخد مركز ثاني هتروح تلعب صدارة المجاميع الثانية، يعني باريس سان جيرمان لو طلع في المركز الثاني واعتقد هتبقى يلعب ليفربول مثلا، متهيألي بيبقى في قرعة في الدور ال 16 في قرعة في دور ال 16 وفي قرعة في دور ال 8 بالظبط. فهو لما يطلع مركز ثاني هيلاعب المركز الاول من المجاميع الثانية والفرق الغير فرنسية، فهيقابل بقى يعني في ريال مدريد في ليفربول، بيبقى في تو بوتس، الاوائل بيكون في بوتس والتواني في بوتس، وبالتالي انت وارد جدا لو طلعت تاني هتقابل اول واحد، هتقابل فريق كبير، فريق يعني كبير اكيد فريق كبير يعني مفيش فالمباراه اللي هتكون الاخيره ما بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان دي هتحدد حاجات كتير جدا. وكلوب بروش ولايبزيج هو صراع على اليوروب ليج، على اليوروب ليج بالظبط، لكن يعني كلوب بروش عرف ياخد 4 نقط من مواجهات صعبه جدا وقدر يكسب لايبزيج، فدي هو الاقرب اعتقد ليه، في خد نقطه من باريس سان جيرمان وخد 3 من لايبزيج. صحيح بالظبط. طيب نروح للمجموعه الثانيه واللي كان طبعا فيها بيتالق محمد صلاح ومباراه ليفربول امام اتلتيكو مدريد. شفت المباراة سهلت على ليفربول من بداية الشوط، يعني وانت بتتفرج كده اول نص ساعة 2-0 يبقى يعني دخلت كتبت حاجة على تويتر كده قلت ان يعني انت لو ما قدرتش تمسك نفسك في اول تلت ساعة قدام ليفربول هتخرج سكور، يعني بالظبط. يعني شفنا ماتش مانشستر يونايتد اول تلت ساعة ولا اول 25 دقيقة 3-0، ماتش اتلتيكو مدريد اول تلت ساعة 2-0، ماتش اتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب اول تلت ساعة 2-0، لكن سيميوني قدر يرجع للماتش شوية، وشفنا ماتش من امتع الماتشات في البطوله حتى الان. فليفربول فريق فعلا في اول تلت ساعه لو ما قدرتش ان انت تحكم الملعب وتمسك كره عليهم وتقفل مفاتيح لعبهم وتحجم محمد صلاح ان هو يروح على الوينج وتحجم فابينو ان هو يطلع بالكوره وتحجم كيتا، فعلا هيخلق لك مشاكل كبيره في ظهر المدافعين وهتوصل في الاخر ان انت ممكن تاخد سكور بكل سهوله. هو طبعا من خلال رؤيتنا او بنتابع طبعا اتلتيكو مدريد بطل النسخه الماضيه من الليجا الاسبانيه، كان دايما فريق غلس بلغه الكوره كده، فريق صعب تجيب فيه جون، لكن على مستوى ليفربول ده بيدل ان ليفربول عنده مدرب اكتر من رائع وعنده لعيبه بتنفذ بشكل هجومي اكتر من رائع، انك تجيب هدفين في اول نص ساعه. كمان الكلام ده حصل في المباراه اللي كانت في مدريد، فده شيء اكتر من رائع. الجزء كمان اللي خارج الملعب المثير للجدل دائما ان عدم مصافحه سيموني تاني ليورجن كلوب، يمكن ده مثير في المباراه الاولى. هو سيموني عقليه ارجنتينيه بحت، اللي هو يعني انا طلعت من المباراه الاولى مطرود مني واحد وعليا ضربه جزاء وليا ضربه جزاء ما اتحسبتش، فهو الخصم بالنسبه له بقى يورجن كلوب يعني. فهو يعني سيميوني، وبعدين سيميوني محب لكره القدم ومحب للفوز بغض النظر
عن بقى الكرة اللي هي الجميلة والأداء المشرف هو بيحب يكسب وبيحب اللعيبة، اللي هو بدل اللعيبة عملت مجهود لازم تكسب. وفعلا هو في المباراة الأولانية طرد منه لعيبه، في المباراة التانية طرد منه نفس لعيب، السيناريو نفس السيناريو، سيناريو قريب جدا. بس في المباراة التانية هو خرج عن تركيزه من أول ما طرد منه لعيب، لأن شفناه ما عملش تغييرات في المباراة غير في الشوط التاني. وكان فعلا جبهة اللعيب ده كانت خطر جدا، اللي طرد فليبي كانت خطر جدا، وقدر يعني لو اي مدرب تاني غير يورجن كلوب كان استغلها وفرق والسكور بقى اكبر بكتير جدا. لكن هو يورجن كلوب ثبت التشكيل وحط نفس الوضع، وبسبب ان سيميوني عايز يرجع للماتش تاني فما عملش ولا تغيير. حتى التغييرات اللي عملها بعد كده ما كانتش منصفه بالنسبه له، عكس المره الاولانيه لما كان قعد سواريز ونزله كوريا ونزل وجواو فيليكس. يعني كان عنده العناصر اللي يقدر يكسب بيها اليورجن كلوب واللي يقدر يكسب بيها المباراه. صحيح. طبعا يورجن كلوب كمان مدير فني اكتر مراعي، من افضل المدربين على مستوى العالم حاليا بدون جدال. كمان عن واقعه عدم ان هو يعني سيموني ما سلمش عليه حتى في المباراه الثانيه، يمكن كان ليه تصريح ظريف جدا ومحترم جدا، ان هو قال يعني يورجن كلوب بيقول انا كمان مش من الشخصيات اللي بتحب ان انا نسلم بعد المباراه، ولكن انا عارف ان سيموني ما عندوش هذه النقطه، وبالتالي انا مش منزعج خالص من عدم يعني مصافحتي بعد المباراه، وده لا يقلل ابدا من احترامي لسيموني. طبعا تصريح من مدرب كبير، مدرب محترم، كمان على مستوى يعني المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على اتلتيكو مدريد 2-0، نشوف يورجن كلوب قال ايه. Good. Bobby Firmino don't go off. كان بوسع هذه المباراة أن تنتهي بشكل أفضل مما انتهت عليه. يمكن ذلك لو لم يجبر فيرمينيو على الخروج بعد تكبده إصابة في الأوتار، كان هذا سيكون وضعا أفضل. لكننا وبصفة عامة قدمنا أداء جيدا. كانت مبارياتنا مذهلة في دور المجموعات ولم أتوقع ما حدث. عندما جرت قرعة المجموعة لم أتوقع أن نفوز بأول 4 مباريات والتأهل. تحقيق هذا الإنجاز هو أمر متميز. أنهينا المهمة، لكننا ندرك أن مبارتين تبقيتا لنا في دور المجموعات، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بهما أيضا. لم أعتقد في بادئ الأمر أنه يستحق البطاقة الحمراء، بل حسبت أنه يستحق البطاقة الصفراء. وعندما شاهدت ذلك مرة ثانية رأيت أن قدمه كانت عالية عندما ضرب ساديو ماني. إنه قرار اتخذه الحكم، وأعتقد أن القانون يقول إن عليه التلويح بالبطاقة الحمراء في هذه الحالة. هل نريد خوض مباراة أخرى ضد فريق يلعب بـ10 لاعبين؟ بالطبع لا. أعتقد أن فريقنا كان الجانب الأفضل عندما لعبنا ضد 11 لاعبا. طبعا يورجن كلوب رغم الفوز يا عمر 2-0، لكن هو بيقول ان انا كان ممكن المباراه تبقى شكلها افضل من كده. هل ده كان بسبب يعني اضاعه الاهداف شويه، انه بيلعب ضد 10 لعيبه والنتيجه تخرج 2-0؟ كان هو طمعان في نتيجه اكبر من كده؟ هو كان لازم يطمع في نتيجه اكبر من كده. يعني خلاص كان اتلتيكو مدريد مسلم كل اوراقه على الارض، سيميوني كان خارج تركيزه تماما في المباراه، كان لازم يروح لنتيجة أكبر من كده، وكان لازم يكون عنده جرأة أكبر من كده في الملعب، لكن ما شفناش ده منه. وأنا قلت لك في أول تعليقي إن هو لو أي مدرب غير يورجن كلوب كانت النتيجة راحت لأبعد من كده. يعني لو شفنا مثلا بايرن ميونخ في الموقف ده ممكن يكسبوا 8 عادي جدا. هو عندهم بايرن ميونخ عندهم الدقيقة 1 زي الدقيقة 100، عندهم جون زي 5. لكن ليفربول حتى في ماتش مانشستر يونايتد كان مانشستر يونايتد خلص الماتش من الدقيقة 50، وهم فضلوا خلاص هديوا وشافوا ان النتيجه كده مرضيه تماما. فيورجن كلوب ما بيحبش يروح لابعد من كده. لكن عندي تعليق على ان هو ما بيحبش يسلم بعد الماتش ده، بيروح يسلم على اللعيبه ويبصهم واحد واحد. لو بيحب يسلم هو الراجل مؤدب جدا، فما حبش يحرج الراجل. لكن يحرج سيميوني هو على مستوى طبعا يورجن كلوب يعني بيحب يسلم على اللعيبه والمدرب يروح يسلم على الجماهير كمان، لكن على مستوى سيموني كمان اعتقد كان الموقف صعب جدا، ويمكن خروج او طرد لاعب امام فريق كبير بحجم ليفربول اكيد اثر على النتيجه بشيء سلبي لاتلتيكو مدريد. نروح مع حضراتكم نشوف في سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد قال ايه بعد المباراه. La verdad que felicito al equipo por la tranquilidad, paciencia. أهنئ اللاعبين على محافظتهم على أعصاب هادئة ولعبهم بمسؤولية كبيرة في الشوط الثاني.
أي فريق آخر كان سينهار ويتكبد 6 أهداف دون مقابل، بينما حافظنا نحن على تواضعنا وهدوئنا وبحثنا عن طريق العودة للمباراة. كان بإمكان لويس سواريز أن يغير الوضع، إلا أن هدفه لم يحتسب بسبب التسلل. نغادر هنا بعد أن بذلنا طاقتنا القصوى ومسؤوليتنا إصلاح النواقص التي رأيناها. أمامنا الآن مباراتين مثيرتين ضد إي سي ميلان وبورتو، وبوسع الفرق الثلاثة التأهل. يجب على المدرب العمل للارتقاء بمستوى أداء الفريق، ولا يشغل باله بالتفكير بهذه الأشياء رغم أنها تؤثر على المباريات. اللعب بعدد أقل هو أمر صعب، وحدث لنا في مباراتنا الأولى والثانية ضد ليفربول. كان وضعا قاسيا خاصة في المباراة الأولى، لأننا كنا نلعب بصورة جيدة وعلى مقربة من الفوز. جعلت البطاقة الحمراء المباراة أكثر صعوبة. علينا الآن الكف عن الحديث والعمل للبقاء سويا. تعليقك عمر. يعني سيميون هو على مستوى قالك طبعا، يعني هو سبورت كمان للعيبة بشكل أو بآخر، لأنه بيقولك بتلعب ب10 لاعبين، صعب جدا تعمل مباراه رغم العوده يمكن المباراه اللي قبليها، لكن قال الموضوع بقى صعب بالنسبه لنا جدا، صعب على المستوى النفسي، وبيتكلم بقى انه يركز في اللي جاي. يعني بالظبط، صعب على المستوى النفسي كمان ان اللعيبه كل ماتش يطرد منها واحد ويكون خسران 2 ويخش فيها جونين من اول الماتش. انت في ماتش الذهاب بتلعب في الواندا متروبوليتان، فعندك الجمهور مساعدك، الجمهور بيشجعك انك ترجع للاداء والنتيجه والاداء قبل النتيجه، ولكن في الانفيلد ملعب صعب جدا. حتى الحكم نفسه خرج عن الماتش واللعيبه خرجت عن الماتش، كان سيميوني واقف على الخط عمال يهديهم ان هم يبطلوا احتكاكات مع لعيبه ليفربول، لكن الحكم يعني حوالي 9 انذارات وطرد في ماتش ده كتير جدا، او 8 انذارات ده كتير جدا فعلا على الحكم، وهو خرج اللعيبه كمان عن الماتش. يعني الحكم ما قدرش حتى يدير الماتش بشكل كويس، لان الانفيلد يعني ملعب صعب جدا ان انت تقدر تتاقلم فيه وان انت تقدر ترجع فيه. برشلونه خسر بعد ما كسبان 3-0، خسر 4 في الانفيلد، ودي كانت كارثه. صحيح، اكيد هنتكلم على محمد صلاح. يمكن محمد صلاح يعني زي ما بقول يمكن في الانترو كمان مرشح لجائزه افضل لاعب الشهر شهر اكتوبر على مستوى البريمير ليج، رغم ان محمد صلاح ما سجلش يمكن اخر مباراتين، لكن يبقى محمد صلاح القوة الضاربة في طبعا في خطة وفي خط هجوم يورجن كلوب ما فيش شك. يعني محمد صلاح أول مرة ما يشاركش في هدف مع ليفربول من أغسطس لما كان بيلعب ضد بيرنلي، وده رقم كبير جدا. تاني مرة ما يسجلش، ولكن الماتش اللي فات عمل أسيست لدييجو جوتا. محمد صلاح كان فاضل له هدف ويعادل رقم ستيفن جيرارد اللي هو اسطوره ليفربول في دوري ابطال اوروبا. عايزين نتكلم عن محمد صلاح بشكل مختلف شويه. كل الناس بتقول ان محمد صلاح حلو، وفعلا محمد صلاح ما بقيناش نقدر، بالنسبه لي انا طبعا مش بالنسبه لحضرتك، حضرتك كنت محترف كبير يعني، لا طبعا محمد في حته تانية بصراحه. يعني ما بقيناش نقدر نمدح فيه ونجيب كاتب التاريخ ويسطر سطر جديد ونقعد نقول ان هو ازاي اجمد لعيب في الدنيا وبتاع. حتى توريس امبارح طلع قال صلاح حاليا افضل لعيب في العالم، لكن عايزين نتكلم مش محمد صلاح حلو، عايزين نتكلم محمد صلاح كويس او وصل للي هو فيه ده ازاي. صحيح. خليني اقول لك ان صحيفه ذا اثليتيك عملت 3 دراسات عن محمد صلاح، اولهم بتقول ان محمد صلاح هو اكتر لعيب من 2017 لحد النهارده حط نفسه في مواقف هجوميه صح يقدر يخلق منها فرص لنفسه سانحه للتسجيل. اكتر لعيب على مستوى العالم. العالم. صحيح. على مستوى العالم كله، وده طبعا يعني يدل على مدى ثبات محمد صلاح في المستوى. خلينا نقول ازاي محمد صلاح اتطور للمدى ده. محمد صلاح في مجلة مع سبورتس إليستريت عمل حوار في 2018، فكان السؤال انت ازاي وصلت للمستوى ده بعد ما راح من ليفربول من روما ليفربول في 2017. قال لهم اول اتلتيك قدامنا هو طبعا اللي بتتكلم على صلاح، وازاي ان محمد صلاح قدر يوصل لهذا يعني الانجاز اللي بيعمله والمواقف الهجوميه اللي بيخلقها والاهداف اللي بيحرزها. فكان رده ايه بالظبط؟ اول سبب يا كابتن هو لما راح للوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق روما ساعتها. صحيح. في وقتها وقال له انا عندي مشكله في الفينش، عندي مشكله في تسجيل الاهداف بعد ما تكون الفرصه خلاص موجوده. بدا لوتشانو سباليتي بيقعد معاه ساعه بعد كل تدريبه يدربه على تسديد الاهداف، على تسديد الكوره نهايه الهجمه مختلفه.
فابتدى محمد صلاح يتطور على المستوى ده. تاني حاجة وهو دارسي نورمان المدرب اللياقة والأداء في روما. دارسي نورمان اشتغل مع محمد صلاح على ثلاث حاجات، أولهم زيادة التركيز، تاني حاجة الهدوء، تالت حاجة تنظيم التنفس. نورمان بيقول إن محمد صلاح كان وهو رايح ممكن يقطع مشوار كبير، فالتنفس عنده ما بيكونش مظبوط والتركيز ما بيكونش كويس جدا لأنه وقاطع مشوار كبير. بلغه الكره كده عقبال ما وصل كان تعب قوي بدني يفنش كويس بالظبط. فبيقول لك اهم حاجه هو النفس اللي ممكن تاخده قبل التسديده، فده ما بيكونش عنده تنظيم نفس، فبدا يشتغل معاه على كده، بدا يشتغل معاه تمارين سباحه طويله فيقدر ياخد فيها تنظيم النفس في الكرول. حضرتك اكيد عارف بدا معاه ان هو يلعب يوجا، فبدا عنده تركيز اكبر وهدوء اكبر، وكمان بدأ معاه ان هو يعليله المستوى البدني والاداء البدني بتاعه. وشفنا محمد صلاح اول ما راح ليفربول هيكله الجسماني عضليا تمام. مختلف تماما صحيح. عن اول ما راح روما عن اول ما راح ليفربول. ثالث حاجه وهو جيمي بوبان. جيمي بوبان ده جه عن طريق رامي عباس اللي هو وكيل محمد صلاح الكولومبي. جيمي بوبان لعيب وسط ملعب ومهاجم كولومبي. بوبان اشتغل مع صلاح على حاجات معينه برضو، وهي ان كان بيشوف ان صلاح بيقعد فتره يعني بيجري بالكوره فتره طويله جدا قبل ما بيسجل، فابتدى يشتغل معاه ان هو يكون موجود في حته ضيقه علشان ما يجريش بالكوره بالظبط، يقصر المسافه علشان لما يجي يسدد يكون عنده قمه التركيز موجوده. كمان بيقول ان محمد صلاح كان عنده مشكله في القرارات اللي بياخدها قدام المرمى، فبالطرق وبالتعود ابتدى بوبان يشتغل مع محمد صلاح. وطبعا هو كان في حوار مع ياهو سبورت بيقول ان هو يعني كان ضيافه رامي عباس وصلاح كانت كويسه جدا، وكانوا عاملين حديقه على شكل ملعب في منزله اللي كان جايبه له في روما، وابتدى يشتغل على كده. محمد هو صلاح طبعا اللي قدامنا في الصوره دوت، ويمكن زي ما انت بتقول ودي الحديقه اهي. دي الحديقه اللي كان دي كمان يعني انا برضه ليا تعليق بعد ما تخلص ليه مهم جدا ان الناس بتقول هو محمد صلاح اتطور بالشكل ده ازاي. الموضوع مش على مستوى المدرب لكن اتفضل كملي. فهنا فنرجع نقول ان محمد صلاح حواليه كونسلتو. محمد صلاح في ناس كتير جدا معترضه او بشايفه ان وكيل الاعمال ده كان مجرد واحد بيجيب فلوس او واحد تاني بيجيب اعلانات او واحد بيتفاوض مع ادارات الانديه. يعني نشوف مثلا تصريح لمحمد صلاح طلع من فتره قال فيه انا نفسي اكمل مع ليفربول لحد ما انهي مسيرتي، ولكن دي حاجه مش في ايدي دلوقتي. ده طبعا اول اشارات رامي عباس لاداره ليفربول ان احنا خلاص احنا عايزين نجدد ولكن عندنا شروط لازم تحصل. هنا ده ذكاء الكونسلتو اللي حوالين محمد صلاح. وامتى محمد صلاح يطلع يتكلم؟ تايمينج ده مهم جدا. امتى يطلع يتكلم ويقول ازاي ويكلم الجماهير ازاي ويتكلم مع الاداره ازاي؟ هو ده الكونسلتو اللي حوالين محمد صلاح. محمد صلاح قدر، وطبعا كان في يعني تحليل فيسيولوجي ونفسي لمحمد صلاح، وهو ازاي قابل مشاكل كبيره جدا مع ساديو ماني، وقابل مشاكل من طريقه نقل العيشه من روما لليفربول، وكل ده وصل لها بان هو قدر يتعامل على المستوى النفسي من خلال الكونسلتو اللي اتعمل عليه علشان يوصل لده. علشان كده عندنا لعيب كبير. صحيح. عندي خبر حصري كده عن النادي الاهلي، ينفع اقوله؟ طبعا. النادي الاهلي بيقعد النهارده او امبارح مع شركه فعلا علشان دراسه الاحوال النفسيه او السلوك النفسي للاعبين، وحضرتك عارف ده علشان يساعدهم في التطور النفسي اكتر. ده جزء مهم جدا. خلي بالك عمر، وانا كنت موجود في المانيا كان موجود الجزئيه ديت بشكل، يمكن دلوقتي اتطور شويه لكن كان موجود. لما يكون اللاعب عنده مشكله اولا بيكون على طول بيروح لهذا المسؤول او زي ما بنقول الدكتور النفسي عشان يحكي له بالزبط. عندي مشكله كذا كذا، فبيبدا يحلها له بعيدا او بما يتناسب مع دوره في الملعب او دوره في التدريب. فده مهم جدا. وانا كمان باكد على كلام عمر ان محمد صلاح التطوير الكبير اللي حصل لمحمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم مش على مستوى التدريب بس او على مستوى ان هو بيروح تدريب وبيأدي، لكن على مستوى انه اشتغل على نفسه. ده مهم جدا. محمد صلاح اشتغل على نفسه في كل جزئيه زي ما قال عمر، على المستوى النفسي اشتغل كويس قوي، على مستوى السلبيات اللي كانت عنده كملها بشكل اكتر من رائع، وكل ده من خلال كل واحد في تخصص معين، كل واحد بيشتغل تخصص معين.
محمد صلاح عنده مشكلة انه لما بيوصل بيكون عنده توتر عشان نفسه راح، لا يبقى في واحد يشتغل على النقطة دي. محمد صلاح النواحي النفسية، وشفته في وقت من الاوقات كان محمد صلاح بيمارس اليوجا، ده كان جزء برنامج محطوط لمحمد صلاح علشان يكون عنده هدوء جوه ال 18، وشفنا ده من خلال الاهداف اللي احرزها مؤخرا قد ايه محمد صلاح كان عنده هدوء في الاعصاب وعنده ثقة كبيرة جدا جدا في نفسه عشان يحرز الاهداف دي. فيعني بنتكلم على محمد صلاح ان هو شغال بشكل احترافي اكتر من رائع، لكن طبعا يعني خلينا نرجع تاني لان محمد صلاح اتكلمنا عليه عايز حلقات كبيره او طويله جدا، لكن تعالوا نشوف ترتيب المجموعه الثانيه وصل لايه. طبعا ليفربول واتلتيكو مدريد هما يعني في الاول والثاني، لكن نشوف ترتيب المجموعه مع حضراتكم. ليفربول بالعلامه الكامله 12 نقطه و 12 نقطه، طبعا بورتو في المركز الثاني بخمس نقاط، اتلتيكو مدريد في المركز الثالث اربع نقاط، ميلان في المرتبه الاخيره بنقطه. في مفاجاه طبعا على من خلال الترتيب عمر، وجود اتلتيكو مدريد في المركز الثالث. هو يعني بورتو قدر ياخد المركز الثاني من اتلتيكو مدريد، ولسه فاضل له ماتشين مع ليفربول ومع اتلتيكو مدريد، اعتقد ان هو هيكون فيه صعوبه جدا. واتلتيكو يعني المجموعه مش هتحسم الان، يعني المجموعه لن تحسم الا في الجوله الاخيره، لان اتلتيكو مدريد حتى فاضل له ماتش مع بورتو وماتش مع ميلان، وغالبا الماتش اللي مع ميلان ده في السان سيرو يعني. وده اللي اتكلم عليه، وده اللي اتكلم عليه سيموني المدير الفني لاتلتيكو، قال كل التركيز في الشامبيونز ليج خلال الفتره الجايه على المباراتين طبعا مهمين جدا جدا بالنسبه لاتلتيكو مدريد للصعود لدور ال 16. لسه مع حضراتكم والجوله الرابعه بالشامبيونز ليج نتابعها، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه عمر، عايزين نتكلم على المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة يمكن مع طبعا وصول الجولة الرابعة أعتقد في مفاجأة، طبعا بروسيا دورتموند الألماني اللي كان مرشح طبعا للوصول مع أياكس، خسارة 3-1 من أياكس، ومباراة أعتقد كانت مباراة كبيرة جدا ومفاجأة كبيرة جدا في هذه المجموعة، المجموعة الثالثة. هو كمان دورتموند بعد ما كان متقدم على أياكس 1-0 1-0 رجع بالنتيجة وخسر ذهابا وإيابا من أياكس، فأياكس تصدر المجموعة وضمن مركزه كأول في المجموعة. بروسيا دورتموند الحقيقة بيعيش موقف مش سهل تماما، لأن المجموعة أصلا صعبة، يعني اياكس امستردام بروسيا دورتموند سبورتنج لشبونه عندها 6 بوينت زي سبورتنج لشبونه، كمان اللي صعبت الامور على دورتموند الجوله اللي فاتت فوزها 4-0 على بشكتاش التركي، خلت موقف بروسيا دورتموند صعب جدا. وسبورتنج لشبونه لسه عنده ماتش مع بروسيا دورتموند، لسه عنده ماتش مع اياكس، اعتقد ان هو يعني دورتموند اقرب ان هو يتاهل في المركز الثاني، ولكن المردود الفني اللي شفناه من اياكس طول المباراه ذهابا او ايابا اعتقد ان هو تفوق في كل الفروق سواء فرديه او فنيه او تكتيكيه على دورتموند. ما فيش شك كمان دلوقتي اياكس من يمكن من هم اربع فرق اللي يمكن ضمنوا التاهل لدور ال 16، ومنهم اياكس بالعلامه الكامله اربع مباريات 12 نقطه. لكن خلينا نتكلم خاصه يمكن المباراه بتاعت اياكس ودورتموند والعوده بعد الخساره 1-0، بيعود تاني فريق اياكس، فريق مميز جدا يا عمر، وعنده متوسط الاعمار لا يتجاوز ال 24 سنه، فريق بيقدم كره هجوميه بشكل اكتر من رائع. هل شايف حظوظ اياكس ممكن تكون الوصول لابعد نقطه في الشامبيونز ليج، ولا الشامبيونز ليج طبعا في عمالقه زي تشيلسي وزي ليفربول، شايف اياكس ازاي؟ يعني شايف اياكس ازاي في هذه المجموعه؟ يعني اياكس بيمتلك مدير فني كل الانديه في اوروبا بتتهافت عليه، وبالرغم من ذلك هو مستمر مع اياكس بالاداء الجمالي اللي بيقدمه. ولكن اياكس يعني خلينا نشوف، نقول ان احنا السيمي فاينال اللي وصلوا له من حوالي موسمين ده صعب جدا ان هو يوصل له تاني بالشكل اللي موجود للفرق الكبيره اللي موجوده دلوقتي زي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في فرق كبيره موجوده في مانشستر يونايتد حتى فيا ريال. يعني ممكن نشوف اياكس في دور ال 16 في دور الثمانية، لكن نشوف ان هو يعيد انجاز من ثلاث سنين ويوصل لنص النهائي، لا ده اعتقد ان هو صعب جدا. طيب تعالوا برضو نشوف ترتيب المجموعه لو جاهز معانا، برضو نشوف، لان زي ما بقول
يعني بروسيا دورتموند كان من الناس المرشحة والفرق أكيد المرشحة للوصول لدور 16، لكن ترتيب المجموعة طبعا في المركز الأول أياكس أمستردام بالعلامة الكاملة وضمان التأهل لدور 16، 4 مباريات 12 نقطة. دورتموند في المركز الثاني بنفس رصيد سبورتنج لشبونة، كل فريق عنده 6 نقاط. بيشكتاش طبعا التركي بدون نقاط وبدون فوز وهزيمة في 4 مباريات. البطاقة الثانية مشتعلة طبعا، انت رأيك ان خبرات بروسيا دورتموند يقدر يحسم البطاقة الثانية والصعود لدور 16؟ اعتقد دورتموند هيقدر يتفوق على سبورتنج لشبونة. اعتقد ان لشبونة حتى هدفه هو اليوروب ليج، مش ان هو يكمل في دوري ابطال اوروبا. يعني فرق متوسط الجدول دي او فرق يعني اللي بتكون جاية من البرتغال او فرنسا او كده باستثناء باريس سان جيرمان، بيكون هدفهم اكتر ان هو يروح اليوروب ليج، لان ده هيقدر يوصل فيه لمستويات احسن، يقدر يوصل فيه ل يعني فروق فرديه مع اللعيبه ومع الفرق اللي موجوده، ويقدر يوصل لسيمي فاينل، يوصل لنهائي. شفنا يعني سبورتنج لشبونه من سنتين كان في سيمي فاينل اليوروب ليج. طيب عمر، انت زي ما كنت بتتكلم قد ايه محمد صلاح كلاعب من افضل او افضل لاعب في العالم، ازاي كان بيشتغل على نفسه كمان على مستوى المدير الفني، على مستوى المدير الفني ما بقاش، وبقى الصف اللي شغال مع المدير الفني اعتقد عامل مهم جدا جدا في نجاح المدير الفني. من العوامل ديت لو اتكلمنا، وعارفين كلنا دور مثلا المعد البدني، بنتكلم على دور المعد النفسي، لكن كمان في دور مهم جدا بيقوم به محلل الاداء. محلل الاداء يمكن الناس يمكن خلال ال5 سنين اللي فاتوا سمعوا عن محلل الاداء، عايزين نعرف هو بيعمل ايه بالظبط. هل هو ليه يعني جزء كبير من خطط المدربين؟ هل يتفاعل مع المدربين بشكل ايجابي؟ ازاي دور المحلل الفني بيكون دور ايجابي جدا جدا يعني في المجموعه او الاستاف للمدير الفني؟ علشان كده خلال سكايب معانا طبعا أليركو روسي، ده طبعا الايطالي، هو المحلل الفني للمنتخب الالباني. بنرحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير، مساء الخير على الجميع، ومساء الخير لجماهير النادي الأهلي، وشكرا لكم لتوجيه الدعوة وفخرا لي الظهور على قناة الأهلي. طبعا كنت بتكلم في نقطة مهمة جدا، هو التحليل الفني. دلوقتي زي ما بنتكلم كل المدربين على المستوى التوب ليفل أكيد عندهم ستاف على المستوى البدني، على المستوى على المستوى النفسي، لكن كمان على المستوى وتحليل التحليل الفني. عايزين نعرف او الناس تعرف بالظبط ايه هو الدور اللي بيقوم بيه المحلل الفني لخدمه الفريق وخدمه المدير الفني. المحلل الفني هو الشخص الذي يشاهد المباراه ويتابع المباراه عن قرب، ويقوم بكتابه كل كبيره وصغيره خلال احداث المباراه، وهو المسؤول عن جميع الفنيات خلال المباراة، ويقوم بطرحها مع المدير الفني خلال الشوط الأول في الاستراحة، وهو ما يمكن تعديل المباراة خلال المباراة، وهو دور لا يقل أهمية عن دور المدير الفني. وقد ترى أن الدورين متشابهين، المدير الفني والمحلل الفني. التحليل الفني له رؤية خاصة وله عوامل هامة جدا تساعد المدير الفني وتساعد الفريق على النضج، وتساعد الفريق على خلق أشياء مفاجئة للخصم. وهذا هو دور المحلل الفني، أن يبتكر أشياء جديدة، وأن يبتكر خطط لعب جميل، وأن يقوم بعرض هذا العمل مع المدير الفني. اتكلمت على دوره أثناء المباراة، أنه بيتابع المباراة بشكل كبير جدا من خلال وجوده في الملعب، وما بين الشوطين بيدي بعض الملحوظات للمدير الفني يعني لتصحيح الأخطاء بشكل أو بآخر. لكن دوره إيه ما قبل المباراة؟ دوره إيه في إعداد الفريق للمباراة اللي جاية من خلال يعني أداء الفني أو دراسة الخصم بشكل أو بآخر؟ الشيء الهام أن المحلل الفني يجب أن يتحدث نفس لغة المدير الفني، لأن عامل اللغة عامل هام جدا، والتواصل مع المدير الفني، وهذا الشيء يجب أن يكون في الاعتبار.
أي نادي يريد أن يتعاقد مع محلل فني يجب أن تكون نفس اللغة التي يتحدثها المدير الفني، من أجل أن يكون هناك استراتيجية ويكون هناك لغة تواصل ويفهمون بعضهم البعض. لكن تجهيز للمباراة هذا شيء أهم. أشكرك على طرح هذا السؤال. بعد كل مباراة نحن نخرج بالعديد الخطط التي قد تم وضعها وقراءة الخصم الآخر، ونجلس في غرفة أنا والمدير الفني فقط إذا سمح لي بهذا، لأن هناك بعض المديرين الفنيين الذين يرفضون تدخل المحلل الفني، والمحلل الفني يكون مفروضا من جانب الإدارة. لكن الآن أصبح المدير الفني يتحدث إلينا ويأخذ رأينا باعتبارنا جزء أهم من الجهاز الفني. لكن التحضير قبل المباراة هو أهم شيء وأهم من خلال المباراة، لأن قبل المباراة يجب أن نقرأ الخصم جيدا، نضع أعيننا على نقاط القوة ونقاط الضعف، يجب أن نضع في الاعتبار إذا كان هناك تغيير للخطة أثناء المباراة، ويجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو. عايز أسأله في نقطة مهمة جدا، هو يعني هل من وظائف أو من واجبات محلل الأداء أو المحلل الفني أنه ممكن يتكلم مع المدرب في وضع خطة معينة؟ يعني نتكلم على الفورميشن نفسه، هل ممكن يطرح على المدير الفني لا من الأنسب المباراة اللي جاية نلعب بثلاثة أربعة ثلاثة أو تغيير طريقة اللعب؟ هل ده وارد في خلال مناقشته مع المدير الفني داخل الغرفة المغلقة اللي بيتكلم عليها؟ هل ده وارد، وهل في مديرين فنيين بيسمحوا بده أو بيستجيبوا لده؟ في بداية الأمر أنا أعمل مع أحد أفضل المدربين في العالم، مدرب منتخب ألبانيا، وهو مدرب شغوف ولديه تاريخ كبير في كرة القدم. يجب أن أشكره من خلال قناة الأهلي، لأن لديه عقلية ومنتاليتي خاصة يسمح للجميع أن يعطي رأيه ويبدي رأيه، لأننا نعمل في منظومة واحدة وعمل واحد. النجاح عندما ننجح سننجح سويا، وعندما نفشل سنفشل سويا. لكن للعودة إلى سؤالك، نعم المدير الفني يعطي الفرصة، أتحدث معه دائما، وإذا لم يتحدث معي المدير الفني لماذا أنا يتم إيجادي على الاحتياطي؟ جميع الستاف يجب أن يتحدث مع المدير الفني، والمدير الفني يجب أن يتحدث مع المحلل الفني، يتحدث مع الطبيب الخاص باللاعبين، يتحدث مع الجهاز الفني، مع المدرب المساعد. لكن أنت تتحدث بشيء هام، وأن هناك بعض المديرين الفنيين يرفضون تدخل المحلل الفني في الموضوع، ويرفضون التدخل في الخطة، ويصر على إبداء رأيه. لكن أنا أعمل مع مدرب رائع يعطي لي الفرصة دائما، ونتحدث دائما، ونضع خطة المباراة، ونضع أكثر من سيناريو. أنت تتابع ألبانيا، وتابع ألبانيا المباراة القادمة في ويمبلي أمام إنجلترا، سوف تشاهد منتخب مختلف. نحن الآن المركز الثاني في التصفيات، ونستعد لعمل كبير. لكن المدرب الفني، المدير الفني والمحلل الفني هما نفس الجزء ونفس الوظيفة، ويجب أن يتعاونوا. فيرميامو أليريكو. صحيح. يعني في سؤال كمان بالنسبة للناس بتسأل، يعني المحلل الفني هل بيكون عنده دراسات خاصة يعني بينضم لبعض الأكاديميات أو بعض الدراسات، لازم يمر يعني بكورس مكثف؟ لأن تجميع الداتا ديت تجميع صعب جدا، وطبعا دلوقتي التكنولوجي في كرة القدم أعتقد في مرحلة جيدة جدا بتساعد المدير الفني وتساعد كمان محلل الأداء. إيه هي الشروط اللي تتوافر أو لازم أنها تتوافر في المدير أو يعني المحلل الفني أو محلل الأداء؟ نتحدث عن إنجلترا باعتبارها أم كرة القدم، والأمور كيف تسير في إنجلترا، لأن المدير الفني أو المحلل الفني في إنجلترا كثيرة جدا، في ألبانيا نفس الكلام ونفس الشيء. لكن إذا كنت تريد أن تصبح محلل فني يجب أن لا تشاهد التلفاز، يجب أن تذهب إلى ملاعب كرة القدم وتشاهد من قرب، تشاهد تحركات جميع المراكز. في هذه الأيام كثر عدد المحللين الفنيين، وكل من يشاهد مباراة يتحدث عن نفسه كثيرا ويقول أنا محلل، ويطلع يتحدث في أمور كبيرة. هذه دراسة، ودراسة كبيرة جدا، وتدرس الآن في الأكاديميات. ليس شرط أن تأخذ كورس في هذا الشيء، لكن
إذا أردت أن تصبح محلل فني عظيم يجب أن تذهب لجميع المباريات درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، يجب أن تشاهد عن قرب، يجب أن تسمح لنصائح مديرين فنيين سابقين، لأن هؤلاء سيساعدونك بشكل كبير في عملية النضج كيف تصبح محلل. يجب أن تتحدث مع آخر مدير فني للفريق. إذا تحدثت عن مباراة إنجلترا القادمة وألبانيا، أتحدث مع مدير الفني لألبانيا وأخذ رأيه. صحيح. طب آخر سؤال قبل ما نختم معاك، عايزين نعرف هل من الأفضل يكون لاعب كرة سابق ولا هذه المهنة أو هذه الوظيفة المحلل الفني ما بتأثرش إذا كان لعيب كرة سابق أو ما مارست كرة القدم؟ ليس شرط، ليس شرط أن تكون لاعب كرة قدم ستصبح محلل فني. سبق وتحدثت في ذلك الأمر، هي دراسة ودراسة كبيرة وعبارة عن أرقام وإحصائيات ومراكز، هناك تكنولوجيا أيضا تتدخل في الموضوع وأجهزة تتدخل في الموضوع. في التدريبات نضع بعض الأجهزة في أجساد اللاعبين من أجل أيضا تحليل بعض الأشياء كسرعة اللاعب والإجهاد البدني، لكن ليس شرط أن تكون لاعب كرة قدم كبير تقوم بوظيفة المحلل الفني. هو عمل كبير جدا، عمل لدي العديد من الشغف والحب الشيء، ولذلك أنا أستمتع عندما أقوم بتحليل ذلك الشيء. شيء آخر قبل الختام، المحلل الفني في المباراة يجب ألا يتدخل خلال المباراة. طبعا جزء مهم جدا اللي اتكلم فيها طبعا، وقول له ان شاء الله هنتابع المباراه اللي جايه البانيا وانجلترا ونشوف اداء المنتخب الالباني. بنتمنى لك كل التوفيق أليركو روسي، محلل الاداء والمحلل الفني لمنتخب البانيا. بنشكرك شكرا جزيلا. لسه هنتواصل مع حضراتكم، لسه عندنا مجموعات ومباريات كثيره جدا كانت في الجوله الرابعه من التشامبيونز ليج، هنتابعها مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية عمر، عايزين نروح للمجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه وطبعا وجود اثنين من العمالقه، بنتكلم على ريال مدريد والانتر، لكن خلينا الاول نبدا بريال مدريد والفوز على شختار 2-1. الحقيقه ريال مدريد مع انشيلوتي في دوري ابطال اوروبا يعني 9 بوينتس، خسر ماتش غريب جدا من فريق شيريف ده، شيريف ترابسون، لكن قدر يفوز على شختار ذهابا وايابا علشان يحسم تردد الناس في ان هو ممكن يتعثر ممكن ما ينزلش ممكن ما يطلعش، ولكن مع انشيلوتي بيقدم مستوى جيد جدا، وخصوصا ان يعني عنده بنزيما يسجل هدف رقم 1000 في دوري ابطال اوروبا، عنده لعيبه كويسه جدا زي فينيسيوس اللي بيقدم مستوى مبهر جدا جدا صحيح. جدا ويعني ما اعرفش هيستمر المستوى ده ولا لا، لانه في الاول وفي الاخر لعيب برازيلي بيلعب، ما عندكش ثقه خالص انت باللاعب البرازيلي. ما فيش برازيلي يبقى مزاجه على طول. لا لكن متالق بصراحه بشكل اكتر من رائع، يعني بيلعب كويس جدا. لكن في بعض الناس بتقول لك يعني خروج يعني من خروج كريستيانو رونالدو من ريال مدريد وبدا كريم بنزيما هو يكون النجم الاول في هذا الفريق. عايز اكلمك على كريم بنزيما، وخاصه احرز هدف تاريخي، الهدف رقم 1000 على مستوى الشامبيونز ليج مع ريال مدريد. شايف كريم وتالقه ازاي، وهل شايف انه ممكن جدا يكون مرشح للبلندور السنه دي؟ شايف كريم بنزيما ازاي السنه دي؟ في الحقيقه كريم بنزيما في وجود كريستيانو رونالدو كان احسن واحد في العالم ممكن يعمل ان هو رقم 2 في الفريق، يعني ما كانش في حد افضل منه ممكن يساعد كريستيانو رونالدو بالتالق ده. كانت كل الناس بتقول على يعني كانت كل الناس تنتقد كريم بنزيما في وتواجد كريستيانو رونالدو، كان كل جماهير ريال مدريد نفسها ان بنزيما يرحل عن ريال مدريد. ظهر بنزيما لما الفريق ابتدى يعتمد عليه بشكل اساسي راس حربة 9 بشكل اساسي، وظهر قوته وظهر خلق المساحات وظهر ان هو فعلا يعتمد عليه في حته الهجوم، ظهر امكانيات وظهر الخبره اللي خدها من تواجد لعيبه كبيره جدا معاه، يعني من ايام راؤول وهيجوايين وكريستيانو رونالدو، وعدى باساطير جت عليه ومشيت وهو استمر في ريال مدريد، قدر ياخد منهم خبره كبيره جدا. كريم بنزيما
بيقدم واحد من أعظم مستوياته كقائد لهجوم ريال مدريد، ولكن أيضا في ظل تواجد كريستيانو رونالدو كان بيقدم مستوى عظيم جدا كمركز اثنين في الهجوم. يعني الناس بتتكلم دايما بتتكلم ان كان بيشتغل تحت عباءة كريستيانو رونالدو، ان رونالدو هو يمكن واخد يعني واخد الاضواء بشكل، بالرغم ان كمان من متخصصي كره القدم بيقولوا ان هذا الاداء مش من السنه دي بس، كريم بنزيما بيقدم مستويات اكتر من رائعه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا مع ريال مدريد. طبعا كارلوس انشيلوتي المدير الفني طبعا لريال مدريد، فوز كان مهم جدا جدا لريال مدريد بتضعه على الصداره، لكن كارلوس انشيلوتي طبعا قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على شختار 2-1، نشوف مع حضراتكم. أتفهم موقفهم، فلدينا مشجعين يتوقعون الكثير منا عندما نلعب على الأرض، إلا أن ذلك في رأيي حافز كبير لنا كي نقوم بعمل جيد. أعتقد أننا بدأنا الشوطين بصورة جيدة، لكننا ورغم سيطرتنا على الوضع في الشوط الأول لم نتبع أسلوبا هجوميا. هناك أشياء كان يجب أن تحدث، وأنا سعيد بأن المشجعين أيقظوا اللاعبين. كريم بنزيما وكورتوا وفينيسيوس جونيور الآن أهم لاعبي الفريق، غير أن الجميع يحاولون بذل قصارى جهدهم مثل ميليتياو وألابا اللذان قدما أيضا أداء جيدا في المباريات. يعرف الجميع تمتعنا بلاعبين مهارة في خط الوسط، غير أن فينيسيوس وبنزيما هما الشخصيتان الرئيستان هنا، أوافقك على ذلك، لكن ريال مدريد لا يتألف فقط من اللاعبين الثلاثة الذين ذكرتهم. عمر تعليقك على أنشيلوتي؟ يعني بالنسبة لي تصريح غريب أنه يطلع يقول كورتوا وفينيسيوس وبنزيما هم أفضل لاعبين في الفريق، لأن فعلا ريال مدريد هم فعلا أفضل لاعبين في الفريق، لكن أنشيلوتي عنده من الخبرة الكفاية أنه هو يمجد في الفريق كله، لكن ما ينفعش يقول ان انا افضل ثلاث لاعبين عندي. بس من الواضح انه مش سعيد بالاداء، يعني هو مش سعيد بالاداء نهائيا، وكان متعادل مع شختار وكان ممكن الماتش يروح منه في اي وقت، وعنده كوارث دفاعيه قلبة مش قادر يحجم رحيل سيرجيو راموس على ريال مدريد، وفاران لمانشستر يونايتد وصفقه ب 60 مليون يورو، تعويض قلبة مش كافي لريال مدريد، يعني حتى في وجود فاران وراموس كان ريال مدريد عنده بعض المشاكل الدفاعيه. دلوقتي هو انشيلوتي بيحاول يعمل كل الممكن علشان يقلل من الخطورات الدفاعيه دي، حتى في ماتش الكلاسيكو ضد برشلونه كان عامل دفاع زون، كان عامل دفاع منطقه، كان بيدافع اربعه وكان حاطط لوكاس فاسكيز، ويعني كان حاطط ان ما ينفعش برشلونه يتقدم لحد البوكس بتاع ريال مدريد، فكان هو فعلا عنده كوارث دفاعيه وعنده مشاكل كتير جدا في الفريق، ولكن في نفس الوقت عنده لوكا مودريتش وتوني كروس ويعني لعيبه كبيره جدا. لوكا مودريتش خد الكره الذهبيه، توني كروس الذهب لا يصدق، يعني عنده بدايل كتير، عنده اختيارات كتير جدا في الفريق. وعلى فكره ريال مدريد على مستوى الليجا ما بيقدمش المستويات المبهره برضو، ريال مدريد يعني اتعادل مباريات كتير جدا وخسر مباراه. لو كان يعني في بعض الانتقادات بعد المباراه ديت، يعني انشيلوتي كمان بيتكلم ان هو طبيعي انك يعني في انتقادات، لكن على المستوى الاداء الجماعي ما كانش بالصوره المناسبه، وبعض الناس مش مرشحه، يعني ما بتتكلمش، يعني لما نقول المرشحين للفوز بالتشامبيونز ليج بعض الناس ما بتحطش ريال مدريد، هل ده صحيح ان ريال مدريد في الوقت الحالي بعيد عن الفوز بالتشامبيونز ليج؟ لا طبعا، هو يعني فنيا وعلى الاسماء اللي موجوده بعيد، بس ريال مدريد بالشعار، ريال مدريد باللوجو بتاع النادي، ايا كان ظروفه ايه وايا كان الاحوال اللي بيمر بيها ايه، فهي البطوله المفضله بالنسبه له، والبطوله اللي ان هو بيكسبها بشكل سهل جدا هي دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد يعني مجرد انك تلعب في سانتياغو برنابيو ضد ريال مدريد على قدام جمهوره، اعتقد ان محتاج خبرات كبيره جدا علشان بس لعيبه تقدر تكسبهم. يعني ريال مدريد بيكسب في دوري ابطال اوروبا الى الان بالخبره، بخبره اللاعبين وبالشعار. كارفاخال طبعا نجم ريال مدريد، في اللي بقوله بعض الناس بتقول او بعض يعني المنتقدي اداء انشيلوتي مع ريال مدريد مش مرشحين ريال مدريد للفوز بهذه البطوله، كارفاخال قال ايه عن هذه الجزئيه وبيقول لا ريال مدريد متواجد ومنافس قوي لهذه البطوله. تعالوا مع حضراتكم نشوف كارفاخال قال ايه.
Creo que sí, creo que el Real Madrid es capaz de ganarle ahora mismo a cualquier equipo del mundo, de Europa, en la Champions, en la Liga, en el partido. أعتقد أن ريال مدريد قادر على هزيمة أي فريق في دوري أبطال أوروبا. إذا كانوا لا يعدوننا ضمن المرشحين للفوز باللقب فهذه مشكلتهم، كما هي ميزة لنا لأنها ستخفف من الضغوط وعلينا خوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية. نفكر فقط في إنهاء دور المجموعات على صدارة مجموعتنا والفوز بكل مباراة في الدوري الإسباني، وسنرى موقفنا بعد عدة أشهر. أتفهم موقف سيرجيو راموس بعد كل الإصابات التي تكبدها، ولا شك لدي في أنه أول شخص يتطلع للعودة للملاعب، وهو يبذل جهدا شاقا لأجل الارتقاء بمستواه. مجدي، تصريح أعتقد في نوع من المصداقية شوية، هو بيتكلم في نقطتين، لو إحنا مش مرشحين بيتكلم على ريال مدريد، لو بعض الناس من المرشحات ده كويس بالنسبه لنا انه بيشيل الضغوط علينا شويه، لكن عنده كمان ثقه ان ريال مدريد قادر على حصد البطولات. هو ده اسم ريال مدريد، وكارفخال لعيب قديم في ريال مدريد، عارف معنى شعار النادي، عارف معنى ان هو موجود في فريق كبير، دايما لازم يكون منافس، مش هيعمل زي رونالدو كومان رايح يلعب بنفيكا قال لك برشلونه مش هيقدر ينافس، احنا بس بنحاول نوصل لابعد نقطه ممكن نوصل لها. علشان كده كنا بنشوف ان كومان ما ينفعش يستمر وكده فريق كبير زي برشلونه. كارفخال لما طلع بيدل على قدرته واستيعابه لحجم الفريق اللي هو بيلعب فيه، هو ده الروح اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، الروح اللي بيستمدها اللعيب من شعار النادي ومن تاريخ النادي، هو ده ريال مدريد. صحيح. على الجانب الاخر كان في مباراه او مباراه تانية على مستوى هذه المجموعه، الانتر مع شريف ترابسول، وفوز الانتر 3-1. شايف ان الانتر يعني قادم بقوه، وخاصه انه كمان راجع بقوه على مستوى السيريا اه، شفت المباراه ازاي على مستوى الفني بشكل عام؟ يعني الانتر بيقدم مستوى كويس جدا مع انزاجي، ويعني تقريبا في الدوري ما خسرش غير ماتش واحد ضد لاتسيو، تعادل تقريبا في 3 مباريات. الانتر بالرغم ان هم فقدوا لعيبه كبيره جدا زي مثلا رودمين لوكاكو لما راح تشيلسي ب 100 مليون، ولكن يستمر الاداء اللي بيقدمه انزاجي مع الانتر، كان بيقدم اداء ممتاز على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني، وبيقدر يستخدم العناصر اللي عنده بشكل ممتاز جدا. كمان شرف يعني شفنا كنا شايفينه ان هو يعني حتى ظهر من اول مباراه من مباراه ريال مدريد فريق مباغت جدا، فريق عنده سرعات كبيره جدا، ان انزاجي يقدر يحفظهم ويلعب على امكانياتهم ويقدر يكسبهم ذهابا وايابا، اعتقد ان ده النقطه اللي كان عايز يوصل لها، واعتقد ان هو كده خلاص ضمن التأهل، بالرغم ان شرف يعني عنده 6 نقاط يعني ما ضمنش التأهل الرسمي، لكن قرب جدا جدا، لكن قرب بشكل كبير جدا. صحيح. لان يعني هو لسه له ماتش مع ريال مدريد ولسه له ماتش مع شختار، فلكن اعتقد ماتش شختار يعني بنسبه كبيره جدا. طب تعال نشوف انزاجي المدير الفني للانتر قال ايه بعد المباراه. اي بينسو كي ادسو لا كواليفيكازيوني، أعتقد أن التأهل إلى دور 16 أصبح الآن في متناول اليد. كنا على دراية بعد ظفرنا بنقطة واحدة من أول مبارتين أننا بحاجة للفوز بكل نقاط مبارياتنا ضد الشريف. أحسن الأداء، لم تكن مهمة سهلة لأن هذا الفريق كسب 6 نقاط من أول مبارتين، إلا أن اللاعبين أحسنوا الأداء وحافظوا على تركيزهم بعد فشلنا في تسجيل هدف في الشوط الأول. نحتاج الآن للتعافي جسديا ونفسيا من مشاق المباراة، لأن أمامنا يوم الأحد القادم مباراة مهمة جدا لمشجعينا وللنادي ضد إي سي ميلان. لقد قمت بمناوبة الكثير من اللاعبين في آخر 5 مباريات وفزنا ب4 وتعادل 1. هذه إشارة رائعة للمدرب أن الفريق لا يتغير على الرغم من استخدام لاعبين مختلفين. نحن في مكان رائع في الوقت الحالي ويجب أن نستمر على هذا المنوال. حقيقة أن لدينا العديد من اللاعبين المختلفين، على ورقة النتائج شيء يجعلني سعيدا. طبعا هو سعيد بالأداء وسعيد بالنتيجة ما فيش شك، ويقول لك احنا قربنا بشكل كبير جدا جدا للوصول للدور ال 16. تعالى عمر نشوف ترتيب المجموعة ديت، لأن المجموعة أعتقد كان فيها قلق شوية، خاصة شريف تراسبول عمل مفاجأة في الأول، لكن ترتيب المجموعة نتكلم ريال مدريد في الصدارة ب9 نقاط، انتر ميلان في المركز الثاني ب7 نقاط، شريف تراسبول في المركز الثالث 6 نقاط، وشختر في المركز الرابع
دي نقطة وحيدة. ترتيب منطقي يا شريف بالنسبة للمجموعة يا عمر. يعني بس في بداية يعني لما شفنا القرعة قلنا ان شختار رايحة يوروبا ليج كده كده، يعني قلنا ان شختار مركز ثالث بشكل كبير، لكن شريف عمل مفاجأة بصراحة. يعني أول مشاركة ليه في دوري أبطال أوروبا ويفوز على ريال مدريد ويفوز على شختار، يعني مفاجأة كبيرة قدمها شريف، فريق شريف في دوري أبطال أوروبا. طيب تعال نروح للمجموعة الخامسة، وأول ما نتكلم على المجموعة الخامسة بلاش أكيد. المجموعة الخامسة بلاش بلاش المجموعة ليه بلاش؟ برشلونة والفوز على دينامو كييف. قبل ما نتكلم على الماتش ده، شايف يا تشافي خلاص على بعد ساعات للوصول للإدارة الفنية لبرشلونة، ولا ممكن يكون في بعض المستجدات؟ لا غالبا تشافي هيرجع مع بعثة برشلونة اللي موجودة في قطر حاليا، هيرجع معهم لأسبانيا علشان يتم التعاقد معاه، وكان من الطبيعي ان يتم التعاقد مع تشافي في الوقت ده. يعني كانت ناس بتطالب بإقالة كومان من فترة كبيرة جدا، ولكن ما كانش ينفع بعد التوقف الدولي اللي فات يرجع او يجيب مدير فني جديد، لان هيرجع يلعب اتلتيكو مدريد في فالنسيا في ريال مدريد، ده غير دوري ابطال اوروبا، فكان هيبقى بيحرق المدير الفني اللي جاي الجديد. ولكن كل التقارير بتقول ان تشافي خلاص راجع لبرشلونه، وحتى هم دلوقتي ما بيتفاوضوش في ان تشافي يدرب برشلونه، لا هم بيتفاوضوا ان هم يدفعوا الشرط الجزائي لنادي السد القطري ولا لا. وغالبا يعني على علاقتي باداره السد القطري ان هم يعني ناس محترمه، وكانوا واعدين تشافي في حاله اي فريق كبير من اوروبا زي برشلونه طبعا هيروح يدربهم. هو كان بيودع كمان اللعيبه والمسؤولين، يمكن في اخر جوله في الدوري القطري كان بيودع اللعيبه بشكل رسمي، وكان كمان كان موجود وفد من برشلونه موجود في الاستاد. يعني هم كانوا طالبين ان خوان لابورتي يروح علشان يتفاوض مع تشافي، بس هو رئيس النادي يعني ففعلا مش هيروح، وكذلك رئيس نادي السد ما حضرش الاجتماع. والوقت مناسب جدا للسد الرحيل تشافي، لان السد اول ماتش ليه هيكون يوم 21 ديسمبر، لان عندهم توقف الدولي ده، وبعد كده توقف البطوله العربيه زينا في مصر، فهيكون عنده المدرب ممكن شهر وشويه علشان يقدر يجي ويحفظ لعيبه ويدربهم. ولكن في صحيفه ذا اثليتيك عندنا بعض النقاط اللي ممكن نتكلم فيها في حال مجيء تشافي، ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف، وهل تشافي المدير الفني اللي عنده الخبره اللي ممكن يمسك فيها. انا كنت لسه اسالك يعني قبل ما نتكلم على مباراه دينامو كييف سريعا بالزبط. تقول لنا هل تشافي هو الرجل الافضل او الاصلح لبرشلونه في هذا التوقيت؟ خلينا نقول من ناحيه، يعني انا بالنسبه لي الكوره مش فنيات بس، بالنسبه لي الكوره اداريات 50% وفنيات 50%. على المستوى الاداري عندنا اول حاجه لابورتا مش هيقدر اول ما يجي رئاسه النادي يتكلم زي ما اتكلم على كومان ويقول انا لو لقيت مدير فني احسن من كومان هجيبه، لو ما لقيتش خلاص كومان هيكمل، مش هيقدر يقول كده. فطبيعي لما رئيس نادي يقول على مدرب كده، اللعيبه عمرها ما هتديك الريسبكت بتاعك او الاحترام بتاعك او هتقدرك بالشكل الكافي. تشافي هيكون على قدر المسؤوليه وقدر الدي ان اي بتاع برشلونه، او الحمد الدي ان اي ما اعرفش اسمه ايه بتاع برشلونه، ان هو يقدم فعلا المستويات ويقدم فعلا الثقه للاعبين الشباب اللي لسه طالعين من اللمسيه، لان هو كان زيهم وكان موجود في اللمسيه. على مستوى الفني تشافي اول تصريح ليه قال انا بحب ان الكوره تفضل في رجل اللعيبه بتاعت يعني لعيبته في فريقه. بالظبط بيحب الاستحواذ، ودي اول خصائص في برشلونه. لكن صحيفه ذا اثليتيك كده يعني جمعت خمس نقاط فيها اسلوب لعب تشافي مع برشلونه. اول نقطه هو البناء من الخلف بتمريرات قصيره، دي برشلونه، دي عباره عن برشلونه البناء من الخلف، ان هو يطلع بالكوره واحده واحده من خلال اللعيبه بتمريرات قصيره. تاني نقطه وهي ان في كل مراحل بناء اللعب لحد ما يوصل للهجوم يكون في زياده عدديه لواحد لعيب واحد من فرقته على الاقل، بمعنى ان لو في اربعه وفي ضغط عالي من الفريق الثاني بيبتدي لعيب من نص الملعب ينزل يرحل لتحت، وبيبتدي لعيب من الهجوم يرحل لنص الملعب علشان يكون في قفل، يكون في اكتر من لعيب، زياده عدديه في كل الخطوط، مفاتيح للعب. بالظبط. ثالث حاجه في حاله الهجوم دي اللي مختلف فيها نوعا ما عن جوارديولا، لان ايام جوارديولا كان فريق برشلونه بيلعب زي حلقه الهاند بول كده، اللي هو القوس بتاع الهاند بول، بيدور الكره من الكورنر للكورنر. لكن في تشافي بيحب يلعب الكره افقيه، يعني بيحب يلعب للملعب بالطول، بيحب يوصل الكره الهجوم بالشكل الطولي، علشان كده دايما بيعمل زياده عدديه، وكده دايما بيكون في لعيبه واقفه بشكل افقي في الملعب. المشكله اللي عنده وهو
خلينا نقول الميزه الرابعه وهي الضغط العكسي، بيحب يضغط باثنين لعيبه على حامل الكره من الخصم. ليه؟ اول لعيب يحاول يستخلص منه الكره، ثاني لعيب يقفل الخطوط بتاعه اللي ممكن يباصي ليها اللعيب ده بالظبط. خامس حاجه وهي الـ 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 الفكره الدفاعيه لتشافي. تشافي بيحب يلعب مان تو مان، بيحب في الاساليب الدفاعيه يلعب مان على اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده من الخصم او في هجوم الخصم. ده طبعا بيخلق مساحات كبيره جدا في ظهر المدافعين. فشوفنا تشافي يعني بيستقبل في كل مباراه 1.25% في يعني جون وربع في الماتش من على الشاشه. طبعا دي اتلتيكس طبعا على تقريرها عن طبعا تشافي والقياده الفنيه لفريق برشلونه بالظبط. بس في الحالات الدفاعيه بيستقبل جون وربع في الماتش من يوم ما راح السد. في كل المباريات تقريبا بيستقبل حوالي جون وربع، لكن النسبه التهديفيه عاليه جدا، وان هو بيقدم كره هجوميه بشكل بالظبط، بيقدم كره هجوميه، وده اللي برشلونه محتاجاه وده اللي لعيبه برشلونه محتاجينه. بيقدم بيوصل ل 2.75% يعني حوالي 3 اهداف الا ربع في المباراه، وده نسبه عاليه جدا طبعاً. شفناها مع تشافي من يوم ما راح السد. اللعيبه اللي موجوده عند برشلونه واسلوب لعب تشافي مع برشلونه واحترام اللعيبه القدام زي جوردي البا وبيكيه وبوسكيتس وسيرجي روبرتو ربي يمشي، يعني احترامهم ليه هيكون مختلف تماما. وكمان اللعيبه الصغيره محتاجه حد يطورها. كومان ما كناش بنشوف اسلوب لعب حقيقي في الملعب، كنا بنشوف مفيش هجمه محفوظه تقدر تلعبها. حتى يعني برشلونه ما عندوش هاف مثلا يمين خالص، كنا دايما بنشوف تغييرات كتيره على الهاف اليمين، وهم يعني مثلا ينزل انسو فاتي وممفيس وكوتينيو والثلاثه ما بيلعبوش هاف يمين. فدي كانت مشاكل فنيه وتكتيكيه موجوده في برشلونه. الغيابات يعني تشافي طبعا هو اول ما يجي مكتوب كده يعني في التقرير ان هو هيغير الجهاز الطبي تماما كله وهيغير الجهاز البدني، لان يعني تخيل ان ديمبي يلعب 25 دقيقه بقاله سنه ما لمس الكوره يرجع يتصاب النهارده في التمرين، دي حاجه مستحيله. فدي طبعا وحضرتك اضرب ده ان الحمل البدني مش موجود على اللعيبه، اللعيبه كل ما ترجع من الاصابه تتصاب تاني، كل ما ترجع من الاصابه فدي حاجه صعبه جدا. طبعا الايام اللي جايه طبعا نشوف تشافي هيعمل ايه مع برشلونه. لكن شفت، خلينا نتكلم على المجموعه الخامسه وفوز برشلونه 1-0 وكمان فوز الكبير بايرن ميونخ بخماسيه. يعني شفت اولا برشلونه دينامو كييف 1-0. الحقيقه برخوان لعب بتشكيل كويس جدا 4-1-3-2، لعب ممفيس ديباي وانسو فاتي، ودي احسن تشكيله ممكن يلعبها برشلونه في الوقت الحالي، لان بوسكيتس عنده مشكله في الارتداد وقطع الهجمات. فانت بتلاقي ان هو حاطط ثلاثه زي جافي وديونج ونيكو جونزاليس في نص الملعب مع بوسكيتس، ان هو بينقل من الدفاع لنص الملعب للهجوم. فدي تشكيله مثاليه نوعا ما. برشلونه كان كويس جدا كمان على مستوى المساحات، عنده عيب كتير كبير جدا في ناحيه منجويزا الباك اليمين، وهو هو اصلا يعني بيلعب في قلب الملعب كقلب مدافع، ولكن لاعب لان ما عندوش ديست، وبرشلونه باع ايمرسون لتوتنهام في اول الموسم، فديست كان عنده مشكله في العضلات ما قدرش يشارك. وفي غير كده منجويزا بيشارك وديست بيشارك كهاف، ولكن اعتقادي الشخصي ان ديست المفروض يشارك كباك، لان منجويزا ما بيقدمش على يعني مردود على المستوى الهجومي او على المستوى. هو كان فوز مهم جدا، يعني الفوز نتيجه 1-0 كان مهم جدا في الوقت دوت. يعني هو لو ما كانش فاز ما كانش هيصعد، كان هيطلع، كان هيبقى عنده مشكله. طيب على الجانب الاخر البايرن يعني فوز ساحق على بنفيكا 5-2. هقول ايه؟ هقول ايه؟ البايرن فريق ما بيسميش، يعني كسب 5 في الاياب و4 في الذهاب، وكسب برشلونه 3 وجايب بتاع 20 جون في الدور الاولاني، يعني ما يعني بالراحه، يعني الناس دول عندهم الدقيقه 1 زي الدقيقه 100، عندهم جون زي 10. وامبارح خلي بالك ما يعني ما طلع مولر ولعب جنابري وسانيه وكومان وتحتيه، لا هم عندهم ليفاندوفسكي. ليفا طبعا متالق كالعاده، ليفاندوفسكي قال يعني مكنه تهديفيه مع بايرن ميونخ، بيحرز يمكن امبارح بيحرز 3 اهداف، ولغايه دلوقتي يمكن افضل هدافي التشامبيونز ليج على مستوى التهديف طبعا ليفاندوفسكي، والمرشح يمكن الاقوى على البالندور في 2021. نشوف ترتيب هذه المجموعه، وبعد نشوف الترتيب هذه المجموعه نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في المحترف.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه عمر. خلينا نروح للمجموعه السادسه. مجموعه قويه جدا، انت بتتكلم على فرق من العيار الثقيل، بتتكلم يمكن على اتلانتا، بتتكلم على فياريال، المان يونايتد، وفي كلام كتير قوي على المان يونايتد، وطبعا يانج بويز السويسري. شفت اولا اتلانتا والمان يونايتد ازاي؟ يعني الحقيقه اللي تاني ماتش على التوالي رونالدو لرابع ماتش على التوالي الرابع ماتش اللي عايش رونالدو يرفع يعني خبر اقاله سولشاير بيكون جاهز على كل المواقع بعد الهزيمه، لكن رونالدو بادائه العظيم وبتسديده وبتسجيله الاهداف بيبعد سولشاير عن الاقاله. يعني شفناه في ماتش زي ماتش توتنهام ده، بصراحه انا قلت على سولشاير او قلت على المباراه دي بشكل عام مباراة إقالة أحد المدربين فيها، يعني يا إما كان نونو سانتو هيمشي يا إما سولشاير هيمشي. والحقيقة هنا كانت الفروق الفردية بس لكريستيانو رونالدو، قدر يحط مانشستر يونايتد في صدارة المباراة وقدر إن هو ياخد الفوز لمانشستر يونايتد، وبالتالي نونو سانتو اللي مشي مع فريق زي توتنهام بيقدم معاه مستوى هزيل جدا، أكتر فريق ما بيصنعش فرص في الدوري الانجليزي. يعني فريق قبل الاخير، اخر فريق كان نورتش سيتي، توتنهام فريق قبل الاخير. فنرجع لسولشاير، حقيقي غريب في كل حاجه، سولشاير غريب في كل حاجه، يعني بيلعب يعني لعب بثلاثه بس، عندنا مشكله دايما يعني ليه ما بيلعبش بفان دي بيك، يعني غريبه جدا. بدا ببوجبا في اول الموسم هاف، وده كان احسن مستويات بيقدمه بوجبا، رجع بعد كده. من الواضح ان عنده مشكله كبيره مع بوجبا، يعني عنده بالزبط. مشكله واضح جدا ان في مشكله، ويمكن طلع بعد المباراه اصلا في اصله تحسه برازيلي، يعني في اصله لا بعد المباراه حتى كان في بعض الانتقادات على سولشاير نفسه بيتكلم على بوجبا ان هو مش مركز، وان بيوصفه يعني انه عنده بعض المشاكل بالزبط. وان بوجبا هيستمر في هذه المشاكل لسن 35، فبعض الناس انتقدته بتقول له ليه بتنتقده بشكل كبير جدا على المستوى العام، يعني بوجبا بيقدم مستويات اكتر من رائعه لما بيكون نفسيا، وده شيء مهم جدا، لما يكون نفسيا مهيئ لا بيقدم مستويات رائعه. يعني علشان بوجبا انتقده بعد ماتش ليستر سيتي، وقال ان احنا عندنا كوارث دفاعيه وعندنا جوان يعني بتخش فينا بطريقه غريبه، فلازم تغيير علشان الجوان دي ما تخشش فينا. فانتقدوا بعديها، قعد ماتشين ما يلعبوش فعلا لحد ما احتاجوا فنزله في ماتش ليفربول، فبوجبا نزل ومش مركز طبعا في الملعب، فعمل حركه عفويه فطرد. بعديها نزل في ماتش اتلانتا تقريبا امبارح، كان في كوره كده اتقطعت من بوجبا على منطقه ال 18 وكانت رايحه خطيره جدا لولا تدخل ايريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، وكان هيبقى الجون الثاني لاتلانتا، وكان هيبقى الناتج يعني الفرق اوسع بكتير من ان يعرفوا يتعادلوا. طب عايزين نشوف برضو يعني ارقام المباراه، طبعا كانت مباراه كبيره جدا جدا، وكالعاده رونالدو بينقذ سولشاير من الاقاله، وتعادل مثير 2-2 يعني مانشستر يونايتد امام اتلانتا. واعتقد عمر المباراه ديت اعتقد في وجهه نظري لو كانت راح لحته ثانيه اعتقد كان سولشاير يعني كان هيبقى اخر مباراه بالنسبه له. الارقام قدامنا، تعادل 2-2، الفرص يعني خمس فرص للمان يونايتد، قدر يسجل هدفين، اربعه لاتلانتا سجل منهم اثنين، الاهداف المتوقعه كانت قريبه 1.2 اتلانتا 1.3 مانشستر يونايتد، الاستحواذ كمان كان قريب 53% لصالح المان يونايتد، بتتكلم على التمريرات الصحيحه نسبتها 86 و86، بتتكلم على التصويبات 13 للمان يونايتد مقابل 10 لاتلانتا، عرضيات المان يونايتد 9 اتلانتا 5، ركنيات المان يونايتد 1 الركنيات 5، ارقام متقاربه جدا جدا. وعلى المستوى الفني اعتقد زي ما بقول كان سولشاير اكيد كان سعيد بهذا التعادل بشكل كبير جدا، وخاصه على مستوى رونالدو. يمكن سولشاير من خلال بعض اللقاءات الصحفيه شبه كريستيانو رونالدو بيعني اسطوره مايكل جوردن اللاعب، او يعني الاسطوره في السله في الان بي اي، طبعا نتيجه ان هو يعني رونالدو دائما هو المنقذ الوحيد لسولشاير. تعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه بعد التعادل مع اتلانتا 2-2. But he does provide those moments, and I'm sure Chicago Bulls didn't mind having Michael Jordan either. So, you know, sometimes teams have. أرتكب جريمة كلما أختار تشكيلة لخوض مباراة لأنني أترك مجموعة من اللاعبين.
ذهبنا إلى مباراتنا ضد توتنهام بنظام مختلف ولعبنا أمام أتلانتا بشكل مختلف إذ لعبنا بخمسة في خط الدفاع. سيتألق جادون سانشو ويعمل بصورة رائعة، هو لاعب ماهر وأعتقد أنه لعب باقتدار منذ نزوله إلى أرض الملعب. عمر بيتكلم طبعا على كريستيانو رونالدو، أنت شايف بقى كمان أداء كريستيانو رونالدو خلال خاصة خلال الفترة اللي فاتت، أربع مباريات اللي فاتت سواء على مستوى البريمير ليج أو على مستوى الشامبيونز ليج؟ يعني عايز أقول إن الدنيا بتلف وتدور. يعني هو كان انتقد كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي قال لك إحنا عندنا مشكلة جدا كبيرة في الضغط، والمشكلة دي بتكون موجودة باختلاف مع اللعيبه اللي موجوده في الملعب. وطبعا كلنا كنا عارفين ان كريستيانو رونالدو قال لعيب يضغط من مانشستر يونايتد في الملعب. رجع دلوقتي طبعا بيدافع عن كريستيانو رونالدو بشكل كبير لانه انقذه من الاقاله في اربع مباريات على التوالي، ففهم قدره كريستيانو رونالدو لعيب بتروح له 10 كور مثلا. طبعا ارقام كمان كريستيانو رونالدو قدامنا طبعا، وطبعا اهداف هدفين دي في المباراه طبعا امام اتلانتا، هدفين، صناعه فرص واحده، تصويب على المرمى اربع تصويبات منهم ثلاثه على المرمى، التمريرات صحيحه نسبتها 90%، مراوغات ثلاثه منها اثنين صحيحه، التحامات هوائيه سبعه منها اربعه مكسب. يعني بتتكلم كمان خلي بالك يا عمر، بتتكلم على واحد برضو لعيب عنده 36 سنه يقترب من ال 37. هذا الاداء والسرعه والنهائي والفينشنج فينشر مش طبيعي، غير طبيعي، غير طبيعي. يعني مدرب المدير الفني الاتلانتا كان يعني بيسخر من بعض الناس اللي بتقول ان كريستيانو رونالدو عنده مشكله، ان هو يكون ان انت تكون عندك مشكله لتواجد كريستيانو رونالدو في فريقك. قال لهم انا نفسي في المشكله دي تكون عندي في الفريق. واحد مهاجم بيجي له 10 كور بيسدد منها 9 اون تارجت ومنهم 5 اهداف، يعني ما هو فعلا مكنه هدفيه مش طبيعيه. انت عايز ايه من مهاجم راس حربه 9 غير كده؟ صحيح. لكن المشكله صحيح. الحقيقيه بقى في مانشستر يونايتد لما يكون عندك بوجبا وفان دي بيك وماتيتش وبرونو فرنانديز وسانشو وراشفورد وكريستيانو رونالدو وما تعملش غير 5 فرص بس للتسجيل، يعني دي المشكله الحقيقيه. يعني صحيح. كان دايما جوارديولا بيقول ايه، او هنري يعني كان بينقل عن جوارديولا بيقول لهم انا شغلتي ان انا اوصل لك الكوره قدام الجون، شغلتك انك تسجل. هنا الكوره ما بتوصلش اصلا، يعني 5 فرص في المباراه دي ما تجيش في شوط. طبعا ما تجيش في شوط مقارنه بالنجوم اللي عندك والاداء والافراد على مستوى المهاره. حتى هو قال انا كل مره بحط التشكيله انا بعمل جريمه، لان بقعد ناس كتير بره ولعب 3-5-2 او 5-3-2 في ماتش اتلانتا علشان يدي لهاري ماجواير المساحه بتاعته في ان هو يكون. هاري ماجواير ده كمان ده قصه تانية كمان. عايز حلقة ماجواير عنده انتقادات كبيرة جدا من الصحافة هناك، حتى على مستوى سولشاير لما بيهاجم بوجبا قال له طب ما تهاجمش بوجبا، بص الماجواير اللي دفعته فيه 80 مليون جنيه استرليني، وعلى مستوى الأداء الدفاعي يعني أداء سيء جدا. تعالوا نشوف ترتيب المجموعة الستة مع بعض ونشوف كمان على مستوى بعد الجولة الرابعة. المان يونايتد في المركز الأول متساوي بعدد النقاط مع فياريال بسبع نقاط، أتلانتا في المركز الثالث بخمس نقاط، ويانج بويز السويسري في المركز الأخير بثلاث نقاط. شايف فياريال مع فياريال بيقدم مستوى هايل جدا جدا جدا. بيقولوا كمان إن إدارة نيوكاسل الأستاذ ياسر الرميان اجتمع بيه بأوناي إيمري، بس هو فضل إن هو يكمل الموسم ده. واعتذر فعلا. مع فياريال، وهو فعلا يعني أوناي إيمري مختلف تماما مع الفرق الاسبانيه عن فريق زي اللي كان عن ارسنال مثلا، زي ما كان بيدرب ارسنال في انجلترا شفنا ان هو كان بيقدم معاهم مستويات هزليه جدا، لكن مع فياريال بصراحه شفنا ماتش ممتع جدا قدام مانشستر يونايتد وكان اقرب للفوز وقدر يفوز ذهابا وايابا على يانج بويز اللي كسبت اصلا كريستيانو اللي كسبت مانشستر يونايتد. تفتكر مين هيبقى في المركز الثاني؟ لسه المجموعه مشتعله بشكل كبير، المركز الثاني اتلانتا ولا فياريال؟ اعتقد ان يعني هو فياريال فاضل له ماتش مع مانشستر يونايتد ومع اتلانتا. بالظبط. لا اعتقد فياريال اقرب. فياريال اقرب. لكن هما الاثنين المركز الثالث بالنسبه لهم مرضي، لان هما الاثنين طموحهم ان هم يروحوا اليوروب ليج. طيب تعال نروح للمجموعه السابعه نشوف نتائج المجموعه السابعه في الجوله الرابعه من الشامبيونز ليج. طبعا فولسبورغ والفوز على سالزبورغ بهدفين مقابل هدف، اشبيليه والخساره من ليل 2-1،
طبعا نشوف كمان ترتيب المجموعه عشان نقدر نتكلم كمان على فولسبورج. يمكن اللي عاد ريد بول طبعا هزيمه في اعتبار مفاجاه شويه، وليل كمان بيحقق مفاجاه بالفوز على اشبيليه 2-1. شايف المجموعه دي ازاي يا عمر؟ المجموعه دي اصعب مجموعه على الورق في دوري ابطال اوروبا. يعني المجموعه دي من خلال جدول الترتيب لو اتعرض هنشوف جدول التدريب الترتيب هيكون قدامنا حالا. ريد بول سالزبورج 7 نقط، ليل 5 نقط، فولفسبورج 5 نقط، اشبيليه 3 نقط، ممكن اشبيليه في الجولتين اللي جاي يصعدوا اول. معانا دلوقتي الترتيب سالزبورج بالظبط، ليل في المركز الثاني بخمسه، فولفسبورج في المركز الثالث بخمسه، اشبيليه في المركز الرابع بثلاث نقط. اشبيليه عندها ريد بول سالزبورج اللي هو الاولاني 7 نقط، وبعد كده عندها فولفسبورج اللي هو الخمس نقط. يعني لو كسبت فولفسبورج او ريد بول سالزبورج هي فعلا ممكن تصعد وهي في المركز الاخير. اصعب مجموعه على الورق لان كلهم مستوى متقارب من بعض، وكمان الفروق الفنيه فيهم قريبه جدا، مستويات متقاربه جدا، والفرديه قريبه جدا. يعني هنا كل يعني لو لقينا ال 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 القيمه التسويقيه للفرق كلها هتلاقيها قريبه من بعض. لكن مجموعه زي ريال مدريد مثلا شرف ب 12 مليون يورو، القيمه التسويقيه بتاعت الفريق كله 12 مليون يورو، اقل من اقل لعيب في ريال مدريد. صحيح. طب نروح للمجموعه الثامنه معاك برضو نشوف نتائج المجموعه الثامنه بعد الجوله الرابعه في الشامبيونز ليج. طبعا تشيلسي والفوز بس 1-0 على مالمو، وطبعا فوز كبير لليوفنتوس 4-2 على زينت الروسي. شفت المجموعه دي ازاي؟ وخاصه ان خلاص اليوفنتوس ضمن بشكل رسمي ان هو الموجود على راس المجموعه والوصول لدور ال 16. الترتيب قدامك برضه. اتفرجت على الماتش، توماس توخيل كان بيلعب على قد الماتش، هو على قد الماتش. يعني كان حتى بيلعب حكيم زياش تحت راس الحربه، كان بيلعب تحت راس الحربه وقدر ان هو يصنع ويسجل. اعتقد ان توماس توخيل عنده كميه لعيبه في الفريق، عنده الدقه اقوى من الناس اللي ممكن تشارك، عنده لعيبه نص ملعب تكفي فرقتين، لكن هو عنده مشكله في غياب المهاجمين. طب بالنسبه للترتيب طبعا يوفنتوس المركز الاول العلامه الكامله 12، تشيلسي بالمركز الثاني بتسع نقاط، زينت في المركز الثالث بثلاث نقاط، مالمو طبعا في المركز الاخير بدون نقاط. الليجري بقى بيرجعنا لزمان قوي مع اليوفنتوس لما كان مستوى مغاير جدا في دوري الابطال. يعني يوفنتوس في دوري الابطال مختلف تماما عن اليوفنتوس في الدوري الايطالي. صحيح. الاختلاف ده جاي منين برضه يا عمر؟ يعني على مستوى الشامبيونز ليج المفروض المباريات على مستوى اقوى، الضغوط اقوى كتير جدا، لكن بتشوف تناقض كبير. أليجري مع اليوفنتوس في الشامبيونز ليج اربع مباريات 12 نقطه على مستوى السيريا، متاخر اعتقد دلوقتي في المركز السادس او السابع. يعني الشخصيه أليجري محتاج يبني شخصيه يوفنتوس تاني من جديد في السيريا في الدوري الايطالي، لان فقدت من شخصيتها كتير جدا في السنة الأخيرة دي تحديدا بعد بيرلو وساري. يوفنتوس خسر كتير جدا، مش على المستوى الفني ومش على مستوى اللعيبة ومش على مستوى الأداء ومش على مستوى البطولات، خسر كتير جدا على مستوى احترام الفرق لأي فريق في إيطاليا، بقى نازل عايز يكسب يوفنتوس، مستوى مشابه جدا لبرشلونة حاليا في أسبانيا. طيب لكن عكس دوري أبطال أوروبا بيكون الفريق شوية عارف إن هو يوفنتوس فريق قوي، فبيكون حامل حسابه للشخصيه اللي قدامه. طيب على مستوى الهدافين برضو نشوف ترتيب الهدافين في الشامبيونز ليج بعد الجوله الرابعه. طبعا ليفاندوسكي عنده طبعا نجم البايرن ومنتخب البولندي 8 اهداف، سيباستيان هالر ده طبعا الايفواري طبعا نجم اياكس ب7 اهداف، نجمنا الكبير محمد صلاح ب5 اهداف، كريستيانو رونالدو ب5 اهداف، وكريستوفر نوكونو ده طبعا لاعب لايبزيج ب5 اهداف. شايف ترتيب الاهداف ده خلال الجولات اللي جايه ممكن يتغير، خاصه كلنا امل ان محمد صلاح ان شاء الله خلال الجوله اللي جايه يحرز اهداف بشكل اكتر من الجوله اللي فاتت. احنا نتمنى ان هو محمد صلاح طبعا يكون على صداره الهدافين في دوري ابطال اوروبا، ولكن انا شايف ليفاندوفسكي جايب 8 اجوان، برشلونه جايب يكونين. يعني برشلونه كله جايب جونين، صلاح جايب 5 اجوان، فريق زي برشلونه جايب جونين، في فروق مش طبيعيه يعني. انت كاتالونيا، انت كاتالوني صح؟ جد باين عليك.
هو في حسره والله، انت متخيل ان شاء الله اللي جاي احسن لبرشلونه. انا زيك كتالوني برضو بس متفائل بجافي. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا يعني، انتعتنا بصراحه. انا اكون مع اسطوره زي حضرتك، وان انا اطلع في قناه الاهلي اول مره اطلع في قناه الاهلي بعد تجديدها حاجه بصراحه مشرفه، وان انا اكون معاك دي حاجه خاصه بالنسبه لي جدا. نورتنا وشرفتنا، نتصور معاك واحنا صغيرين اكيد. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين الساعه 7:30 يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.